السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنبتدي نشرح مع بعض منهج الاي سي تي او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بالصف الرابع الابتدائي الترم الاول. اول حاجة لازم نكون عارفينها يعني ايه اي. اي بترمز لكلمة انفورميشن، information يعني معلومات، والسي بترمز لكلمة communication، communication يعني اتصالات، والتي بترمز لكلمة technology، technology أو تكنولوجيا. يبقى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو ICT، information communication technology. information معلومات، communication اتصالات، تكنولوجي تكنولوجيا. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو في اول المنهج في introduction كده او مقدمة جميلة قوي بيعرفنا يعني ايه information and communication technology، او يعني ايه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يا اصحابي احنا ممكن نعرفها بانها كل وسائل الاتصالات الحديثة او all modern technical mechanisms، كل وسائل التكنولوجية الحديثة used in cellular and non-cellular communications، المستخدمة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، الاتصالات الخلوية والسلكية. يعني ايه الكلام ده بشكل مبسط؟ يعني من الاخر كده هي كل التكنولوجيا المستخدمة في ان احنا نعمل اتصالات ووسائل اتصال سلكية، زي التليفون اللي في بيتنا، التليفون الارضي دي اسمها اتصالات سلكية، دي اللي هي اسمها non-cellular. non-cellular اللي هي الغير خلوية، اللي هي بتعتمد على الاسلاك والكابلات. اما cellular يعني لا سلكية او خلوية، اللي هي من الاخر زي الموبايل او التليفون المحمول اللي بيبقى معانا او مع بابا وماما. لازم نبقى عارفين النقطة دي. يبقى التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها كبني ادمين في حياتنا في اتصالاتنا السلكية واللاسلكية. يعني ايه؟ زي ما قلنا يعني ايه سلكية؟ السلكية او اللي هي النون سيلولر زي التليفون الارضي اللي موجود في البيت. اما السيلولر او الخلوية او اللاسلكية زي الموبايل والتليفون المحمول اللي بيبقى معانا ومع بابا وماما. بيقول لنا كمان ممكن تكون the media الاعلام، اللي هي وسائل الاعلام، اللي هي مثلا التلفزيون والقنوات الفضائية والاعلانات اللي ممكن نشوفها على الفيسبوك واليوتيوب اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي، كل ده اسمه الميديا او الاعلام. كل الحاجات دي بنعتبرها تكنولوجيا او تكنولوجي. وزي ما قلنا المنهج بتاعنا منهج جميل قوي وبسيط قوي، هو بيعلمنا حاجات حتى بعد ما نخلص الترم ونخلص المنهج هتنفعنا في حياتنا بعد كده، مهمة جدا. فالموضوع مسلي وجميل وفي معلومات مفيدة جدا هتنفعك في حياتك بعد كده. عرفنا يعني ايه تكنولوجيا، وعرفنا ازاي هي مرتبطة بالمعلومات والاتصالات او الانفورميشن والتكنولوجي، ويعني ايه ICT يعني information and communication technology، او ICT دي اختصار لكل كلمات دي مع بعض. الاي خاصة بinformation او الحرف منها، والسي خاصة بcommunication او الحرف منها، والتي خاصة بكلمة technology او الحرف منها. لازم كمان يا اصحابي نبقى عارفين ان ICT او الinformation والcommunication technology دي متعلقة كمان بوسائل الاتصالات التانية اللي موجودة في العصر الحديث، زي البرامج الخاصة بالموبايل والكمبيوتر. يعني مثلا الواتساب، الفيسبوك ماسنجر، الفيسبوك، الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. كل وسائل الاتصالات دي برضو جزء من التكنولوجيا الخاصة بالانفورميشن اند كوميونيكيشن، لان احنا ممكن نكلم حد ونعمل معاه شات عن طريق الواتساب او عن طريق الماسنجر مثلا. ممكن كمان نكلم حد عن طريق استخدام الانترنت او شبكة المعلومات الدولية. الانترنت دي ممكن نعمل عن طريقها مكالمات عن طريق استخدام برامج معينة.
دي تعتبر برضو communication technology أو تكنولوجيا اتصالات. فلازم نبقى عارفين ان information and communication technology هي اسم كبير بيتحط تحت منه حاجات كتير كلها حاجات تكنولوجية وحاجات موجودة دلوقتي في العصر الحديث بتاعنا بتخدمنا وبتسهل علينا ازاي نوصل للمعلومات بشكل افضل وازاي نعمل اتصالات وتواصل مع العالم حوالينا بشكل احسن. اول درس عندنا اسمه Active Explorer. Active Explorer او المستكشف النشط هو هنا بيكلمنا وبيقول لنا ان احنا عندنا بعض الشخصيات اللي في الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا. الشخصيات دي طبعا هنعرف اسمائها ونعرفها بشكل اكبر اثناء دراستنا للمنهج بتاع الكتاب ده. طبعا كل شخصية منهم هتطلع لنا في قصة او في معلومة من المعلومات الخاصة بالدروس الجميلة بتاعتنا. اول درس عندنا في المحور الاول اسمه Active Explorer او المستكشف النشط بيعرفنا طبعا في الدرس ده ان احنا معانا مجموعة من الشخصيات الكرتونية. الكاركترز دي او الشخصيات دي طبعا هم موجودين في الكتاب علشان يعملوا لنا اتراكت او يجذبونا ان احنا ندرس الستوريز او القصص الجميلة اللي موجودة في المنهج. عندنا كمان بعض الفيديوهات او الفيديوز اللي احنا هنشوفها ساعدنا ان احنا نعمل كوميونيكيت او نوصل الانفورميشن او المعلومات بشكل افضل لينا كلنا. فطبعا في اكتف اكسبلورر او المستكشف النشط بيعرفنا ان احنا عندنا الكاركترز اللي موجودة في الكتاب عندنا دي موجودة علشان تجذبنا وتخلينا نستمتع بالستوريز او القصص اللي موجودة عندنا والفيديوز كمان اللي احنا هنشوفها مع بعض علشان نعمل كوميونيكيت او نوصل الانفورميشن او المعلومات لينا ولاصحابنا بشكل افضل. كمان بتعمل expressing او بتعبر بتمثل the role of technology دور التكنولوجيا and the extent of its development وامتداد التطور بتاعها over time على مر الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتعبر لنا وبتوضح لنا ازاي التكنولوجيا حصل فيها تطور over time او على مر الزمن على مر السنين الطويلة ممكن تكون مئات السنين او الاف السنين كمان من اول ما الانسان كان بدأ يفكر ازاي يكتب الحاجات اللي هو عايز ما ينساهاش وينقشها على الحجارة وعلى جدران المعابد وعلى جدران الكهوف وازاي الحضارات اللي قبل كده كانت بتبعت الرسائل بتاعتها في شكل مكتوب. اصلا ازاي الانسان قدر يفكر ان هو يكتب افكاره وان هو يبتكر ويخترع الكتابة علشان يدون الحاجات وما ينساهاش او علشان يبعت رسائل للعالم حواليه البلاد اللي جنبه الناس اللي بعيدة عنه. كل ده اسمه development over time او تطور على مر الزمن. بعد كده الانسان طور الوسائل بتاعته وقدر كمان يبتكر وسيلة تانية وهي ان هو يبعت الرسائل دي عن طريق الحمام الزاجل مثلا. ان هو يدرب الحمام يدرب نوع معين من الحمام النوع ده معروف ان هو بيحفظ الطريق كويس ويبعت معاه رسائل لأماكن تانية بعيدة عنه أفضل ما يبعتها مع ناس ممكن يوصلوا ممكن ما يوصلوش. الحمام الزاجل ده كان بيوصلها بشكل أسرع. بعد كده فكر وإزاي اخترع البريد وإزاي اخترع طرق البريد يتحرك فيها وصندوق للبريد موجود في كل حتة والبريد إزاي نبعته وإزاي نكتبه وإزاي نحط طابع البريد. بعد كده ابتكر وسائل الاتصال إزاي ابتكر أول تليفون بسماعة تقدر تكلم عن طريقه شخص تاني في بلد تانية او في حتة تانية بعيدة عنك خالص. الموضوع اتطور وبقى فيه عندنا موبايل وفي كمبيوتر وفي انترنت وعالم مفتوح حواليك عالم موجود حواليك تقدر تكلمه اي وقت في ال 24 ساعة بتاعت اليوم والاتصال بتاعك مع العالم ده بقى سهل جدا. ممكن تكلم شخص تاني بعيد في قارة تانية في بلد تانية انت عندك في بلدك الوقت بالليل هو عنده الوقت بتاعه اللي هو قاعد فيه بالنهار وبتكلموا مع بعض عادي في نفس الثانية وفي نفس الوقت مع بعض عادي من غير ما تتعبوا من غير ما تتكلف ان انت تروح او تبعت او تعمل اي حاجة. كل ده development او تطور over time
او على مر الزمن، فلازم نعرف الحاجات دي، وهنعرف الكلام ده بشكل مفصل في الدروس اللي بعد كده. فهنا في الاكتيف اكسبلورر او المستكشف الصغير بيوضح لنا ان احنا عندنا الشخصيات الجميلة دي في الكتاب، بيوضح لنا كمان ان احنا عندنا الشخصيات دي هتساعدنا ان احنا نسمع ونعرف الستوريز الجميلة اللي موجودة في الكتاب عندنا، نشوف الفيديوز اللي موجودة عندنا، وكمان بتساعدنا ان احنا نعمل كوميونيكيت او نوصل الانفورميشن او المعلومات اللي موجودة عندنا بشكل افضل، وكمان بتعمل اكسبريسنج او بتعبر عن The role of technology, دور التكنولوجيا, and the extent وامتداد of its development, التطور بتاعها over time أو على مر الزمن. زي ما قلنا من شوية, the development of technology أو تطور التكنولوجيا. طبعا ده الدرس الثاني اللي موجود عندنا. ازاي بقى لازم نعرف التكنولوجيا اتطورت ازاي عبر الزمن؟ طبعا in all time periods أو في كل عصور الزمن, في كل أوقات الزمن, man الإنسان was able to create ways of communication, كان قادر إن هو يعمل وينشئ وسائل أو طرق للاتصال, إن هو يتواصل مع العالم حواليه, سواء العالم ده كان بعض الأشخاص حواليه في المكان اللي هو فيه أو بلاد تانية أو أماكن تانية بعيدة عنه. And this includes, وده بيتضمن conversations المحادثات, ان احنا ازاي نقدر نتكلم مع بعض كبني ادمين, and listening وازاي نسمع بعض, and all ways of expression وكل وسائل التعبير such as blogging, drawing and others, زي مثلا ازاي نقدر نكتب وندون المعلومات اللي احنا بنكتبها دي, blogging يعني ان احنا ندون, ودروينج يعني ان احنا نرسم, and others والحاجات التانية, ازاي نقدر نعمل بلوجينج او ازاي نقدر نعمل تدوين للمعلومات او الحاجات اللي احنا عايزين نقولها على مثلا جدران الكهوف. بعدين الحضارات جت, والحضارة مثلا الفرعونية العظيمة بتاعتنا, الانسان فكر ان هو يعمل معابد ضخمة ومسلات ضخمة ويعمل رسوم ويعمل دروينج على الجدران بتاعتها, يكتب فيها قصص والحاجات اللي حصلت في العصر بتاعه, وازاي هم كانوا متقدمين في علوم كتيرة, واحنا بعد الاف السنين نفضل نشوف الحاجات اللي هم عملوها دي والنقوش والرسوم اللي هم سابوها لنا دي حتى بعد الاف السنين. ده اسمه بلوجينج, وهم هنا سجلوا المعلومات الخاصة بالحضارة بتاعتهم وفضلت over time او على مر الزمن موجودة قدامنا. كمان طبعا الـ development of technology او تطور التكنولوجيا بيوضح لنا ازاي ان الانسان بعد كده قدر يبتكر وسائل الاتصال الاحدث شوية. هو في الاول قدر يعمل blogging وبعدين drawing, blogging ودrawing او تدوين ورسم للافكار بتاعته والمعلومات اللي هو عايز يقولها على الجدران اللي حواليه في الكهوف والمعابد والمسلات. بعد كده بدأ يفكر, لان في حاجات كتيرة هو بدأ يكتشفها في العالم حواليه, فبدأ يفكر ان هو يدون بشكل افضل. قدر بعد كده ان هو يخترع الورق, وبعدين يقدر يكتب على الورق ده ويحتفظ بمعلومات اكتر. بعد كده بمرور الزمن زي ما قلنا قدر يبعت الورق ده في شكل رسائل مع الحمام الزاجل, وقدر بعد كده يعمل البريد, وبعد كده اخترع التليفون, وبعد كده اخترع الكمبيوتر, وطبعا اخترع بعد ما اخترع التليفون والكمبيوتر اخترع الموبايل والتليفون المحمول, وبعدين الابليكيشنز كتير جدا اللي موجودة على الكمبيوتر وعلى الموبايل, اللي هي التطبيقات كتير جدا اللي بتساعدنا وبتخدمنا وبتسهل علينا حياتنا. كل دي حاجات حصلت وبتمثل لنا الـ development او تطور of technology, تطور التكنولوجيا over time او على مر الزمن. فعلشان كده هو هنا بيقول لنا innovation يعني الابتكار of new technologies, التكنولوجيات الجديدة, continued يعني لسه مستمر واستمر, لان لحد الوقت اللي احنا فيه ده التكنولوجي او تكنولوجيا بيحصل لها development, وكل وقت التكنولوجيا بتتطور اكتر, في تطور بيحصل في التكنولوجيا بشكل مستمر حتى على مر العصور, حتى في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. فهنا بيورينا بقى الـ 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 الفرق بين البري تكنولوجي او قبل التكنولوجيا وبوست تكنولوجي بعد التكنولوجيا.
البري تكنولوجي او قبل التكنولوجيا مثلا كان في حاجة اسمها اللايتنج كاندلز، الانسان كان بيستخدم الكاندلز او الشموع علشان يقدر يشوف، فكان بيستخدم اللايتنج كاندلز او شموع الاضاءة علشان يشوف. اما بوست تكنولوجي او بعد التكنولوجيا استخدمنا الادفانسد لايتنج، الادفانسد لايتنج او الاضاءة المتطورة. في كمان البري تكنولوجي او قبل التكنولوجيا blogging on the walls، كان الانسان بيعمل تدوين blogging on the walls على الجدران، جدران اي حاجة حواليه كان بيبتدي يعمل عليها blogging لافكاره، بيدون عليها الافكار بتاعته والحاجات اللي هو عايز يكتبها. post technology او بعد التكنولوجيا quick blogging on phones and devices، في تدوين سريع quick blogging on phones على التليفونات اللي في ايدينا كلنا and devices والأجهزة المختلفة. pre-technology في قبل التكنولوجيا كان في الcommunication between humans is weak and slow، الcommunication أو التواصل between humans بين البشر بين البني أدمين is weak، كان ضعيف and slow بطيء زي ما قلنا، علشان الإنسان كان يبعت رسالة يا إما توصل يا إما ما توصلش، وكان علشان يتواصل مع اي بلد بعيد عنه او قريبة منه حتى كان الموضوع صعب جدا ومعقد جدا، فكان weak كان ضعيف and slow بطيء. اما دلوقتي post technology او بعد التكنولوجيا interpersonal communication التواصل الشخصي is fast سريع and advanced ومتقدم. طبعا التواصل دلوقتي زي ما قلنا سريع ومتقدم جدا، تقدر تكلم حد في اخر العالم وهو في نفس وهو في بيته وانت في بيتك، وهو في بلد تانية خالص فيها مثلا وقت مختلف خالص عنك في نفس الوقت بمنتهى السهولة. فالinterpersonal communication is fast and advanced، تواصل بين الناس النهاردة بقى fast بقى سريع and advanced ومتقدم. كمان في فرق تاني في pre-technology او قبل التكنولوجيا، the industries الصناعات are few قليلة and handy، and handy ويدوية، كان الإنسان بيصنع صناعات قليلة جدا وكانت handy يدوية كان بيعملها على إيده، فكانت الكميات كمان اللي بيصنعها قليلة جدا فعلشان كده كانت ضعيفة. فهنا بيعرفنا بيقولنا the industries أو الصناعات are few قليلة and handy وكانت يدوية. هنا post technology او بعد التكنولوجيا few handicrafts قليل جدا لما تلاقي handicrafts او حرف يدوية and total dependence on equipments، total dependence والاعتماد الكلي on equipments على المعدات على الالات. يبقى few handicrafts اللي هي اسمها الحرف اليدوية and total dependence والاعتماد الكلي on equipments على المعدات. اخر حاجة عندنا لازم نعرفها النهاردة في pre-technology او قبل التكنولوجيا rely on the human factor more، rely يعني الاعتماد on على the human factor العنصر البشري more كان اكتر. اما post-technology او بعد التكنولوجيا dependence on the technological and industrial factor، الاعتماد دلوقتي على technological and industrial factor، الاعتماد على العامل التكنولوجي technological and industrial والصناعي اكتر. لان زمان قبل pre-technology او قبل التكنولوجيا كان الانسان هو اللي بيعمل كل حاجة بايده، كان هو اللي بيصنع الحاجات بايده، هو اللي بيعمل كل حاجة مثلا في الزراعة بايده، هو اللي كان بيوصل الرسائل بايده، فكان الريلاي او الاعتماد on على human factor العنصر البشري more اكبر بكتير. لكن دلوقتي post technology بعد التكنولوجيا الdependence او الاعتماد on the technological and industrial factor، الاعتماد كله على technological and industrial factor على العامل التكنولوجي والصناعي، لان الانسان دلوقتي اخترع الالات اللي بتريحه وبتسهل عليه عمل كل حاجة، الات بتساعده في الزراعة، الات بتساعده في الصناعة، الات بتساعده تواصل والاتصال، فبقى دلوقتي الموضوع اسهل بكتير.
بكده نكون أخدنا الدرس الأول والدرس الثاني، وعرفنا المقدمة الجميلة عن المنهج الجميل اللي عندنا. المنهج ده جميل جدا، أنا بشرح المنهج ده باللغة العربية كمان لأصحابنا في المدارس العربي، وبشرحه طبعا للمدارس التجريبي واللغات باللغة الإنجليزية. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة، وأتمنى أن أنت تكون استفدت واستمتعت بالمقدمة الجميلة الخاصة بالمنهج الجميل ده. المهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الـ ICT او Information and Communication Technology او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصف الرابع الابتدائي الترم الاول. والنهاردة تاني حلقة في المنهج ده، زي ما عرفنا المرة اللي فاتت بيكلمنا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطور اللي حصل حوالينا، ازاي نقدر نستفيد من التطور ده، وازاي كمان بعد كده نحمي نفسينا من اي حاجة ممكن تضرنا موجودة في التطور الموجود حوالينا ده. المنهج ده جميل قوي. النهاردة هنراجع على الدرس الاول وهنحل عليه اسئلة كمان، هناخد معلومات جديدة زي ما احنا متعودين. يكون معانا الكتاب وقلم، لو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فأول حاجة عندنا في الدرس الأول Active Explorer أو المستكشف النشط. احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان الدرس ده في شخصيات هنعرفها، الشخصيات دي هنعرف عن طريقها معلومات مهمة قوي. ففي شخصية مهمة جدا اسمها ألبرت لين، وهو شغال عالم آثار، يعني archaeologist. فلما أجي أقول لك ألبرت لين he is an archaeologist who used technological tools، هو عالم آثار استخدم الأدوات التكنولوجية. He is an archaeologist who used technological tools، هو عالم آثار استخدم الأدوات التكنولوجية. واستخدمها ليه؟ استخدمها علشان تسهل عليه عملية اكتشاف المواقع الأثرية، أماكن الآثار. لأن طبعا زي ما احنا عارفين علماء الآثار والناس اللي كانت بتبقى شغالة معاهم من عمال وناس بتحفر وناس بتنقل الأدوات والمعدات، كانوا بيتعبوا كتير جدا وبيقعدوا يحفروا في الأماكن اللي هم شاكين إن فيها آثار، ويصرفوا تكاليف ضخمة ويبذلوا مجهودات ضخمة، ويا اما يوصلوا فعلا لموقع اثري يا اما ما يوصلوش. فده كان عملية صعبة جدا. ألبرت لين archaeologist اللي هو عالم من علماء الاثار، قدر يفكر واستخدم الادوات التكنولوجية او technological tools في ان هو يقدر يحدد ويستكشف المواقع الاثرية. طب ايه اهمية الادوات التكنولوجية لعلماء الاثار، أو the importance of technological tools for archaeologists، أهمية الأدوات التكنولوجية بالنسبة لعلماء الآثار هي the importance of technological tools for archaeologists is that، إيه هي الأهمية بتاعتها بقى؟ أول حاجة allow them to explore their archaeological sites. Archaeological sites أو المواقع الأثرية هي بتسمح لهم ان هم يكتشفوا ويستكشفوا المواقع الأثرية او الاركيولوجيكال سايتس دي. simple ببساطة، easy بسهولة، and save efforts and costs، وكمان بتوفر الجهد والتكلفة. زي ما قلنا ان عملية استكشاف المواقع الأثرية او الاركيولوجيكال سايتس دي كانت بتكلف فلوس كتيرة والناس كانت بتبذل مجهود كبير. فالتكنولوجيكال تولز او الادوات التكنولوجية دي بتسمح لهم to explore ان هم يستكشفوا their archaeological sites، المواقع الاثرية بتاعتهم، simply ببساطة، easy بسهولة، and saves
effort and cost and saves effort and cost وبتوفر الجهد والتكلفة. كمان بتهلب them بتساعدهم figure out ان هم يتعرفوا على where to dig. المفروض ان هم يحفروا فين. يبقى هي بت allow them to explore their archaeological sites simply, easily and saves effort and cost and help them figure out where to dig. تساعدهم في التعرف اين يجب ان يحفروا. ازاي بقى ازاي التكنولوجيكال تولز دي بتساعدهم في الحاجات دي؟ طبعا by scanning the surface of the earth. ان هي الادوات التكنولوجية دي بتمسح سطح الارض حواليهم. ويعني ايه بتمسح سطح الارض؟ يعني بتدور في سطح الارض حواليهم in the places they want to search. دي طبعا بتساعدهم ان هي بتعمل مسح لسطح الارض في الاماكن اللي هم عايزين يدوروا فيها. What are the technological tools that can be used to explore the earth's surface? Earth surface اللي هي سطح الارض. ايه هي التكنولوجيكال تولز اللي احنا ممكن نستخدمها في مسح سطح الارض؟ طبعا اول حاجة البيكتشرز obtained from satellites. satellites اللي هي الاقمار الصناعية. بيكتشرز يعني صور. obtained الملتقطة اللي تم اخذها from satellites من الاقمار الصناعية. دي اول حاجة استخدمها ألبرت لين في ان هو يحدد الاماكن بتاعت الاركيولوجيكال سايتس او اماكن الاثريه. يبقى بيكتشرز obtained from satellites الصور اللي ملتقطه من الاقمار الصناعيه. دي اول حاجه مش عايزين ننسى ده. واحنا عرفنا ان في نوعين تكنولوجيكال تولز. اول نوع اللي هو بيعمل سكان للايرث سيرفيس او مسح لسطح الارض بيستكشف سطح الارض من فوق. اول حاجه في النوع ده البيكتشرز obtained from satellites الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية. طبعا البيكتشرز obtained from satellites دي أو الصور اللي هم جابوها من الأقمار الصناعية دي it is used to obtain more information and data about the earth's surface. بتستخدم في الحصول على المزيد من المعلومات والبيانات عن سطح الأرض. it is used to obtain more information and data about the earth's surface. طب تاني حاجة بنستخدمها برضو عشان نستكشف ال earth's surface او سطح الارض من فوق الدرونز. الدرونز او الطيارات اللي هي بدون طيار. الدرونز او الطيارات اللي هي بدون طيار اللي احنا شايفينها قدامنا دي it is used to explore an area. بنستخدمها علشان نستكشف منطقة ما. It is used to explore an area. بنexplore الarea دي by using it while we are on the surface of earth. عن طريق ان احنا نستخدمها واحنا على سطح الارض. احنا بنستخدم ريموت كنترول كده زي الريموت بتاع الالعاب. والريموت ده كمان بيكون فيه شاشة لان الدرونز دي او الطيارات بدون طيار دي بيكون فيها كاميرا. فبنصور بيها الarea اللي احنا عايزين نستكشفها ونعمل لها explore. وبنستكشف الاريا دي كلها عن طريق ان احنا نيوز عن طريق ان احنا نستخدم الدرونز دي واحنا على سطح الارض. يبقى ايه by using it while we are on the surface of the earth. ان احنا نستخدمها واحنا على سطح الارض وهي تطير في السماء ونصور بيها المنطقة والاريا اللي احنا عايزين نستكشفها. طب تالت حاجة في التكنولوجيكال تولز اللي بتساعدنا نعمل اكسبلورينج للإيرث سيرفيس او الاستكشاف لسطح الارض من فوق طبعا هي الجي بي اس او الجلوبال بوزيشننج سيستم. الجي بي اس او نظام تحديد المواقع العالمي او الجلوبال بوزيشننج سيستم. الجلوبال بوزيشننج سيستم او نظام تحديد المواقع العالمي. جلوبال يعني عالمي وبوزيشننج يعني تحديد المواقع وسيستم يعني نظام. Global Positioning System أو نظام تحديد المواقع العالمي. طبعا الجي بي اس ده موجود في كل الموبايلات الأندرويد والآيفونز كمان. النظام اللي هو خرائط جوجل لو انتوا عارفينها. طبعا ده It is used to locate something by using satellites. هو بيستخدم في تحديد مكان شيء ما عن طريق استخدام الأقمار الصناعية. يبقى it is used to locate something
by using satellites إن إحنا بنستخدمه لتحديد مكان شيء ما عن طريق استخدام الأقمار الصناعية، زي ما ليجي نفتح خرائط جوجل ونعايزين نحدد مكان معين إحنا عايزين نروحه، فبيجيب لنا الخريطة عن طريق الساتلايت أو الأقمار الصناعية، عن طريق الساتلايتس أو الأقمار الصناعية، ويقول لنا المكان بتاع الحتة اللي إحنا بندور عليها دي موجودة فين، والمسافة اللي بينها وبينه قد إيه، لو عايزين نمشي هنمشي قد إيه، لو عايزين نركب هنركب قد إيه، وهنتحرك في وقت قد ايه. ده اسمه الـ GPS او الـ Global Positioning System او نظام تحديد المواقع العالمي. طب التلات حاجات اللي احنا عرفناهم دول التكنولوجيكال تولز اللي احنا بنستخدمهم علشان نستكشف الـ Earth Surface او سطح الارض من فوق، واحنا عرفنا ايه هما. اول حاجة الـ Pictures Obtained by satellites او الصور اللي احنا بناخدها من الاقمار الصناعية. تاني حاجة الدرونز او الطيارات بدون طيار. تالت حاجة الجي بي اس او الجلوبال بوزيشننج سيستم او نظام تحديد المواقع العالمي. طب دي الحاجات اللي احنا بنستخدمها علشان نستكشف سطح الارض من فوق. تاني حاجة the technological tools that used to locate things underground. underground يعني تحت الارض. التكنولوجيكال تولز بقى اللي احنا بنستخدمها to locate لتحديد مكان things الاشياء underground تحت الارض. ايه بقى التكنولوجيكال تولز دي او الادوات دي اللي احنا ممكن نستخدمها علشان نحدد بيها الحاجات تحت الارض؟ اول حاجة الماجنيتومتر. ماجنيتومتر او مقياس المغناطيسية. ماجنيتومتر او مقياس المغناطيسية. الجهاز اللي احنا شايفينه قدامنا ده بيستخدموا الساينتستس او العلماء علشان يقدروا يحددوا اماكن المعادن والحاجات اللي ليها مغناطيسية تحت الارض. زي ما احنا عارفين طبعا ان المعادن وعلى رأسها الحديد وبعض المعادن التانية بيبقى ليها ماجنتيك فيلد او مجال مغناطيسي. الماجنتيك فيلد ده او المجال المغناطيسي ده بنقدر نقيسه ونحدده عن طريق الماجنيتومتر. الماجنيتومتر او مقياس المغناطيسية. فلو في حاجة معدنية مدفونة في مكان معين ممكن نستخدم الماجنيتومتر ده وهو يوضح لنا الحاجة دي موجودة فعلا في المكان ده ولا لا، وهل يا ترى هي مدفونة في مكان قريب ولا مدفونة بعيد في باطن الارض. فده اسمه ماجنيتومتر او مقياس المغناطيسية. وبعدين بيقول لنا هنا it's used to find minerals in the ground. احنا بنستخدمه علشان نحدد المينرالز او المعادن in the ground في باطن الارض. it is used to find minerals in the ground. كمان بنستخدمه to measure the magnetic field. to measure the magnetic field لقياس المجال المغناطيسي زي ما قلنا من شوية. ده اول حاجة اللي هو الماجنيتومتر او مقياس المغناطيسية، ودي اول تول بنستخدمها علشان نعمل لوكيت او نحدد مكان things underground الاشياء تحت سطح الارض. تاني حاجة بنستخدمها ground penetrating radar. ground يعني الارض، penetrating مخترق، penetrating يعني مخترق، radar اللي هو رادار. الرادار المخترق للأرض هو تول برضو بنستخدمها وبيستخدمها الساينتستس أو العلماء، وبيمشوا بيها على سطح الأرض فبتعمل موجات تخترق سطح الأرض وتنزل تحت سطح الأرض وتحدد الأجسام المدفونة جوه سطح الأرض. ده اسمه Ground Penetrating Radar أو الرادار المخترق للأرض. Ground Penetrating Radar أو الرادار المخترق للأرض. طب ده بنستخدمه ايه؟ It's used to find buried objects. بنستخدمه علشان نجد ال buried objects او الاجسام المدفونة in the ground. buried يعني مدفون، objects الاجسام، in the ground في الارض. يبقى it is used to find buried objects in the ground. بنستخدمه to find buried objects in the ground. بنستخدمه علشان نجد الأجسام المدفونة في باطن الأرض زي ما قلنا من شوية، أو في الأركيولوجيكال سايتس. الأركيولوجيكال سايتس أو المواقع الأثرية زي ما قلنا من شوية. آخر حاجة عندنا النهاردة أديك مجموعة الصور اللي قدامك دي وجايب لك في النص اختيارين. أول اختيار زي ما أنت شايف It is used to locate objects on the earth surface. بتستخدم علشان نجد الأشياء
على سطح الأرض. It is used to locate objects on the earth surface. بيستخدم علشان نجد الأشياء على سطح الأرض. وتاني اختيار It is used to locate objects. بتستخدم علشان نجد الأشياء تحت سطح الأرض. فالمفروض هنوصل أنهي صور بالاختيار الأول وأنهي صور بالاختيار التاني يا أصحابي؟ شاطرين طبعا. أول حاجة هنوصلها الدرونز والساتلايت والجي بي اس بأول اختيار اللي هو It is used to locate objects on the earth surface. أما بالنسبة للماجنتومتر أو مقياس المغناطيسية والجراوند بينتريتنج رادار أو الرادار المخترق للأرض الاثنين دول هنوصلهم بالاختيار الثاني اللي هو It is used to locate objects أو بنستخدمها علشان نحدد أماكن الأشياء تحت سطح الأرض. وطبعا مش هنوصل الترين أو القطار ده بأي حاجة لأنه هو ملوش دعوة بالدرس النهاردة أصلا. بكده نكون أنهينا درس النهاردة ورجعنا مراجعة شاملة على lesson 1 وكمان حلينا عليه سؤال بيوضح لنا كده المعلومات اللي لازم نركز عليها. وإن شاء الله هنكمل شرح الدروس اللي جاية. هنحل كمان أسئلة على يونت 1 كلها وعلى المحور الأول كمان وهنذكرها مع بعض بحل أسئلة كتيرة عليها. ما تقلقوش هنحل أسئلة كتيرة إن شاء الله مع بعض. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنكمل مع بعض شرح منهج الـ ICT أو الـ Information and Communication Technology للصف الرابع الابتدائي الترم الأولاني. والنهاردة هنكمل شرح الدروس الدرس الثاني والدرس الثالث كمان. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا متعودين بنحل أسئلة في آخر كل درس أو في آخر كل مجموعة من الدروس، فمش عايزين نقلق خالص. المهم إن احنا نركز على المعلومات اللي احنا هنقولها وإحنا بنشرح الدرس بتاعنا، علشان في معلومات بتبقى مهمة هي اللي بيجي فيها الأسئلة، وبحيث إن احنا نبقى عارفين إيه المهم وإيه اللي مش مهم. فلازم نركز مع بعض على الحاجات اللي احنا بنكررها لأن هيجي فيها الأسئلة في الآخر إن شاء الله. Listen to technology and its historical development. Technology التكنولوجيا and its historical development والتطور التاريخي بتاعها. طبعا لما بيجي يقول لنا what are the stages of technology development over time، ايه هي مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمن؟ وده سؤال عام مش هيجيلنا في الامتحان طبعا لان الاجابة بتاعته كبيرة. هو هيجيلنا اسئلة تانية بتبقى ابسط شوية خاصة بكل عصر من العصور دي. فاحنا بس بنسأل السؤال ده علشان نبتدي نشرح الجزئية دي بشكل مفصل. What are the stages of technology development over time؟ ايه مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمن؟ طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا 4 عصور لتطور التكنولوجيا عبر الزمن. هنقولهم مرة تانية بشكل مفصل. الاهم اهم حاجة ان انت تركز على اسم العصر اسمه ايه والتواريخ بتاعته، التاريخ بتاعه من سنة كام لسنة كام. وانا هقول لك ملامح كل عصر فيهم. طبعا الملامح بتاعت كل عصر فيهم بتختلف عن العصر التاني، وهي الموضوع سهل جدا. اول حاجة العصر بتاع ما قبل الثورة الميكانيكية او pre-mechanical revolution او ما قبل الثورة الميكانيكية. يعني ايه ثورة ميكانيكية اصلا يا مستر؟ الثورة الميكانيكية اللي هو قبل ما الانسان يخترع اي ماكينة اي آلة بتتحرك لوحدها، بتتحرك بموتور، بتتحرك بكهرباء، بتتحرك باي حاجة، بتتحرك ببنزين او بوقود. اي آلة من الآلات دي اسمها الميكانيكال ريفولوشن او الثورة الميكانيكية. دي حاجة بعد كده هتحصل، لكن قبل الثورة الميكانيكية قبل الانسان يعمل الماكينات اللي ممكن تساعده في حياته ده اسمه بري ميكانيكال ريفولوشن او ما قبل الثورة الميكانيكية. كان الانسان في الوقت ده بيستخدم ايديه وجسمه ورجليه بس
عشان ينتج الحاجات اللي ممكن يستهلكها، يعمل الحاجات اللي بتساعده. فكان الاعتماد الكلي على الانسان او العنصر البشري بس، لان ما كانش فيه ماكينات او الات. طيب العصر ده بيبدأ من سنة 3000 BC او 3000 قبل الميلاد to 1450 AD او لحد 1450 ميلادية. يبقى العصر ده بيبدأ من 3000 قبل الميلاد 3000 BC او 3000 قبل الميلاد to 1450 AD او لحد 1450 ميلادية. طيب الملامح بقى بتاعت العصر ده والجزئية دي مهمة جدا. كل عصر ليه ملامحه واحنا هنعرفهم وهنلاقينا حفظناهم لوحدينا كده مع بعض. اول حاجة العصر ده الملامح بتاعته ان الـ people او الناس began بدأوا communicating with each other through pictures and drawings. الانسان في الوقت ده بدأ بقى يتواصل مع الناس اللي حواليه عن طريق pictures والdrawings، الصور والرسوم، زي في العصر بتاع الحضارة الفرعونية القديمة، الحضارة العظيمة بتاعتنا. الانسان بدأ بقى يبتكر اللغات المكتوبة في شكل صور او في شكل رسوم علشان يتواصل بيها مع الشعوب اللي حواليه. يبقى اول حاجة people begin communicating with each other through pictures and drawings. بعد كده الانسان ابتكر letters والnumbers. الانسان في الوقت ده بعد كده بمرور الوقت ابتكر الحروف والأرقام، بدأ يعمل communication using letters and numbers. والناس بدأت في الوقت ده تعمل recording أو تسجل a lot of information أو الكثير من المعلومات، زي مثلا في الحضارة الفرعونية القديمة بتاعتنا، زي مثلا اللغة الهيروغليفية أو hieroglyphs. hieroglyphs يعني اللغة الهيروغليفية، وده طبعا كنا بتكتبه على البابيروس. البابيروس او ورق البردي، البابيروس او الورق بتاع البردي. طبعا كنا بنكتب الاجريمنتس او الاتفاقيات، زي الاتفاقات التجارية والحاجات التجارية اللي بين الشعوب وبعضها. كان بيعتبر documents او وثائق بتوثق الهيستوري او التاريخ، وده نفعنا بعد كده. ولازم نبقى عارفين ان المعلومات دي ممكن تلاقيها على الانترنت، وممكن تلاقيها على بنك المعرفة كمان او Egyptian Knowledge Bank كمان، الويب سايت بتاعه ممكن تلاقيه موجود على الانترنت بمنتهى السهولة. واخر حاجة، اخر حاجة خاصة بالعصر ده في الاخر خالص، الانسان بدأ يعمل البنسلز او اقلام الرصاص والبيبرز والاوراق والديجيتال كاونتر او العداد الرقمي اللي ممكن الانسان يعد عليه بعض الحاجات ويحل بيه بعض المسائل البسيطة. يبقى العصر ده البري ميكانيكال ريفولوشن او ما قبل الثورة الميكانيكية، من 3000 قبل الميلاد او 3000 بي في ل 1450 ميلادية او 1450 اي دي. الملامح بتاعته people communicating with each others through pictures and drawings. الناس بدأت تتواصل مع بعضها عن طريق الصور والرسوم، زي مثلا في الهيروغليفس او في اللغة الهيروغليفية. وبعدين الناس بدأت تعمل invent وتبتكر letters والnumbers او الحروف والارقام. وبعدين بدأت تتواصل مع بعضها وبدأوا يعملوا recording lots of information او الكثير من المعلومات، زي مثلا على البابيروس او ورق البردي. وكانوا بيكتبوا الاجريمنتس او الاتفاقيات اللي بتحصل بينهم على حاجات زي كده. وفي الاخر خالص لازم نكون عارفين ان اخر حاجة خاصة بالعصر ده ان الانسان بدأ يعمل البنسلز او الاقلام الرصاص والبنس اقلام الجاف والديجيتال كاونتر والعداد الرقمي البسيط اللي ممكن يعد عليه بعض الارقام ويحل بيه بعض المشكلات الرياضية والمسائل الرياضية. المعلومات دي ممكن تلاقيها على الايجيبشن نوليدج بانك ويب سايت او موقع البنك المعرفة المصري، وممكن تلاقيها على الانترنت كمان. ده اول عصر لازم نكون عارفينه كويس قوي. تاني حاجة عندنا the era of the mechanical revolution. era يعني عصر برضو. The era of the mechanical revolution او عصر الثورة الميكانيكية اللي احنا قلنا عليها من شوية. الانسان بدأ بقى يعمل الماكينات والالات، بس كانت بسيطة شوية. كان في منها اللي بيشتغل بالوقود، كان في منها اللي بيشتغل بتروس. المهم ان هي كان في ماكينات بدأ الانسان يبتكرها ويخترعها
حواليه علشان تخدمه في حياته. ده اسمه The Era of Mechanical Revolution أو عصر الثورة الميكانيكية from 1450 AD من 1450 ميلادية to 1840 AD لحد سنة 1840 ميلادية. مهم قوي ان احنا نفتكر العصور دي بتواريخها. يبقى The Era of the Mechanical Revolution او عصر الثورة الميكانيكية ده تاني عصر بدأنا بقى نعمل آلات بسيطة حوالينا تشتغل علشان تخدمنا في حياتنا. ده من 1450 ميلادية ل 1840 ميلادية. الانسان كان محتاج ان هو يسجل معلومات اكتر لانه بدأ بقى يعرف الطبيعة والكون حواليه وكوكب الارض حواليه بشكل اكبر. بدأ يعمل اتفاقيات تجارية بشكل اكبر. بدأ ينتج حاجات بشكل اكبر. بدأ يحتاج الحاجات بشكل اكبر. كل ده كان عايز يسجل المعلومات دي بشكل اكبر. فبالتالي احتاج ان هو يعمل الات تسهل عليه عملية الكتابة دي وعملية الطباعة. لان هو كمان كان عايز يطبع كتب يسجل فيها الحاجات اللي هو اتعلمها واكتشفها. فالكتب دي عايزة تطبع. تطبع ازاي؟ لازم يبقى في الة تطبع له الكتب دي. علشان كده بدأ يفكر ويبتكر الالات حتى ولو كانت بسيطة في الأول تساعده في أداء الحاجات دي. فطبعا أول حاجة في خلال due the need to record and share more information في خلال إن هو محتاج إن هو يسجل ويشارك معلومات أكتر the emergence of printing ظهور الطباعة ظهور عملية الطباعة which contributed التي ساهمت to facilitating the printing of books تسهيل عملية طباعة الكتب. يبقى حصل emergence أو ظهور للprinting أو لعملية الطباعة وده عمل contribute عمل مساهمة to facilitating the printing of books تسهيل عملية طباعة الكتب. يبقى احنا زي ما قلنا هو كان عايز يطبع كتب اكتر فبالتالي قدر يبتكر آلات تساعده في عملية الطباعة. وطبعا بيقول لنا هنا in this era في العصر ده the typewriter آلة الكتابة appeared آلة الكتابة اللي احنا عارفينها ظهرت appeared يعني ظهرت used the first version of calculator استخدموا اول صورة من صور الآلات الحاسبة اللي هي الكالكوليترز الآلات الحاسبة which is the Pascal machine. Pascal machine دي آلة حاسبة قديمة وبدائية جدا كان الإنسان يقعد يلف فيها تروس من الجناب كده علشان يقدر يحسب عملية حسابية بسيطة. بس دي كانت تعتبر ثورة لأنها ماكنة أو آلة بتساعده إن هو يحل مسائل رياضية بدل ما يقعد يحلها ويحسبها في عقله وعلى صوابع ايديه وعلى صوابع رجليه. لا بقى ده في ماكينة في ماشين تساعده فان هو يعمل حاجة زي كده. فده العصر بتاع الميكانيكال ريفولوشن او عصر الثورة الميكانيكية. يبقى مرة تانية العصر ده the era of the mechanical revolution from 1450 AD من 1450 ميلادية to 1840 AD لحد 1840 ميلادية. العصر ده بيتميز بايه او الخصائص بتاعته ايه؟ ظهرت الماكينة او ظهرت الآلة اللي بتساعد الانسان في الطباعة وبدأ يحصل عملية طباعة بشكل ابسط. فالعصر ده this period witnessed يعني شاهدت the emergence of printing ظهور عملية الطباعة اللي عملت facilitating او سهلت the printing of books عملية طباعة الكتب سهلت عملية طباعة الكتب. وكمان in this era في العصر ده typewriter آلة الكتابة appeared ظهرت وكمان ظهرت the first version of the calculator او اول اصدار من الالات الحاسبة which is the Pascal machine اللي هي كان اسمها Pascal machine او الالة الحاسبة بتاعت باسكال. ده العصر الثاني. بعد كده الانسان اكتشف الالكتريسيتي او الكهرباء. الالكتريسيتي او الكهرباء دي قدر هو يفكر ازاي ممكن يستخدمها وتسهل حياته. فبدأ يعمل آلات بتتوصل بالإلكتريستي أو الكهرباء دي علشان تشتغل من غير ما هو يدور تروس ويحرك حاجات بنفسه والآلات دي تخدمه في حياته.
فده كان اسمه الالكتريكال ميكانيكال ريفولوشن او عصر الثوره الكهربائيه الميكانيكيه. يبقى هنا ظهر كهرباء والانسان عمل الات يوصلها بالكهرباء دي تساعده في حياته. طبعا في العصر ده الالات كانت بدائيه، ما كانتش متطوره زي دلوقتي، بس فكره ان انت توصل الاله بالكهرباء علشان تخدمك وتعمل لك الحاجه اللي انت عايزها من غير ما تفضل قاعد بتشغلها طول الوقت، دي كانت حاجة كبيرة جدا. فطبعا العصر ده زي ما قلنا اسمه The Era of Electrical Mechanical Revolution أو عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية. The Era of Electrical Mechanical Revolution أو عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية from من 1840 AD أو من 1840 ميلادية to 1940 AD ل 1940 ميلادية. هو كان كله على بعضه 100 سنة من 1840 ميلادية ل 1940 ميلادية. طيب العصر ده حصل فيه ايه؟ بدأنا بقى في العصر ده نعمل عملية الاتصالات، نبتدي نتواصل مع بعض بشكل اسهل شوية. الاول كنا زي ما عرفنا في المرة اللي فاتت كنا بنبعت رسائل عن طريق الحمام الزاجل ونتواصل مع بعض عن طريق الحمام ينقل رسائل زي ما عرفنا في الدرس المرة اللي فاتت. دلوقتي لا، دلوقتي الانسان بدأ يعمل الالات اللي تساعده في ان هو يتصل بالعالم حواليه بشكل احسن. فقدرنا نعمل التليفون اللي هو التليفون اللي هو بسلك الهاتف، كان طبعا ده اختراع رهيب. وقدرنا كمان نسجل الحاجات اللي احنا عايزين نسجلها بصوتنا، قدرنا نعمل جهاز التسجيل، وقدرنا نعمل اول كمبيوتر رقمي، كمبيوتر عملاق. الكمبيوتر اللي عندك في البيت او اللابتوب شوف هو صغير ازاي وعلى الترابيزة صغير ازاي، كمبيوتر اقل من اللي عندك في البيت ده بامكانيات ضعيفة جدا كان حجمه ضخم وعملاق، كان يعتبر مثلا زي اوضة ضخمة مليانة الات ومعدات انت بتخش جواها، ده كان كمبيوتر وكان امكانياته ابسط واقل بكتير من الكمبيوتر اللي موجود عندك دلوقتي في البيت او في المدرسة. فهنا العصر ده الانسان قدر يعمل فيه التليفون وجهاز التسجيل واول كمبيوتر رقمي عرفه الانسان في التاريخ. العصر ده زي ما قلنا اسمه Era of Electrical Mechanical Revolution من 1840 ميلادية ل 1940 ميلادية. حصل لانشنج او اطلاق of the communication phase، مرحلة الاتصالات، phase يعني مرحلة، which we know today اللي احنا عارفينها النهاردة. كان بدأ بقى يظهر ملامح الاتصالات اللي احنا عارفينها النهاردة اللي هو التليفون الارضي، و the use of electricity وبدأ الانسان يستخدم الالكتريسيتي او الكهرباء، which result اللي ترتب عليها the emergence of new inventions، ظهور inventions جديدة او اختراعات وابتكارات جديدة، such as مثل the telephone التليفون، the recording device جهاز التسجيل، and the first digital computer واول جهاز كمبيوتر. طبعا هو قايل لنا في الكتاب ان الفيرست ديجيتال كمبيوتر ده كان ديفايس ضخم او جهاز ضخم طوله مثلا 8 feet 8 اقدام وعرضه 50 feet 50 قدم. 50 قدم دي يعني مثلا العربية مثلا ممكن يكون طولها مثلا 3 قدم او 4 قدم، ده قد العربية مثلا اللي احنا بنركبها وبنمشي بيها في الشارع 10 مرات او 20 مرة. فهو شوف هو ضخم قد ايه. المهم ان العصر ده زي ما قلنا The Era of Electrical Mechanical Revolution او عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية، وده تالت عصر عندنا. وزي ما قلنا الملامح بتاعته، اول حاجة launching of the communication phase او اطلاق مرحلة الاتصالات which we know today اللي احنا عارفينها النهاردة، the use of electricity استخدام الكهرباء، which result اللي ترتب عليها the emergence of new inventions ظهور اختراعات جديدة such as مثل the telephone التليفون، the recording device جهاز التسجيل، and the first digital computer أو أول جهاز كمبيوتر رقمي، وده العصر الثالث. آخر عصر عندنا العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي هو في الوقت الحاضر ده، طبعا Electronic Revolution أو عصر الثورة الإلكترونية. Electronic Revolution أو عصر الثورة الإلكترونية أو عصر الثورة المعلوماتية، الإنسان في العصر ده اخترع الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة اللي هي اللابتوب، واخترع كمان اختراعات تانية كتيرة زي مثلا الأقمار الصناعية اللي بتحدد المواقع،
ونظام تحديد المواقع والخرائط عبر الإنترنت، واستخدم البرامج المختلفة في التواصل مع أشخاص آخرين زي البريد الإلكتروني ورسائل النصية، واستخدم برامج بتسهل عليه عملية الكتابة زي البرامج بتاعة الكتابة اللي على الكمبيوتر. يبقى مرة تانية العصر ده اسمه The Era of Electronic Revolution أو عصر الثورة الإلكترونية من 1940 ميلادية لحد الوقت الحاضر أو To the Present، طبعا known as the era of information revolution، معروف العصر ده كمان باسم عصر الثورة المعلوماتية the information revolution. طبعا حصل فيه invention او اختراع of computer and laptops، اخترعنا الكمبيوترز واللابتوبس. new inventions واختراعات تانية جديدة have appeared، ظهرت that help اللي ساعدت على locating objects such as، locating يعني تحديد مكان objects أشياء such as مثل satellite الأقمار الصناعية، GPS نظام تحديد المواقع العالمي، online maps خرائط الإنترنت. طبعا في كمان ساعدت كمان في إيه in communicating with other people، إن إحنا نتواصل مع الأشخاص التانيين الناس التانيين such as using email زي استخدام الإيميل and text messages والرسائل النصية اللي احنا بنبعتها عن طريق الموبايل، وكمان اخر حاجة using software استخدام البرامج such as مثل word processing program او برامج معالجة الكلمات اللي احنا بنكتب بيها على الكمبيوتر for writing on the computer للكتابة على الكمبيوتر. اخر حاجة عندنا في الجزء ده الكتاب اتكلم فيها بشكل كبير شوية، فاحنا عايزين نشرحها بس بشكل مختصر. الكتاب كاتب فيها تفاصيل كتير جدا، احنا هنختصرها في مجموعة من المعلومات مع بعض. طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكمبيوتر بيتكون من جزئين، جزء اسمه الهاردوير. هاردوير يعني الاجزاء اللي احنا بنلمسها بايدينا، هاردوير اجزاء ملموسة بايدينا زي مكونات الكمبيوتر اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هي الشاشة والكيسة والكيبورد والماوس، الحاجات اللي احنا نقدر نمسكها بايدينا. الجزء التاني هو السوفتوير او البرامج اللي المفروض موجودة على الكمبيوتر وبتشغله لنا، ودي حاجة احنا ما نقدرش نلمسها بايدينا علشان كده اسمها السوفتوير. طبعا الجزئية دي زي ما قلنا مشروحة في الكتاب بشكل ممكن يلخبط الطالب شوية، احنا هنبسطها في الشكل اللي احنا بنقوله ده. الهاردوير او الاجزاء الملموسة اللي احنا نقدر نلمسها ونستخدمها بايدينا متكونة من خمس حاجات. اول حاجة الانبوت يونتس او وحدات الادخال، وطبعا الانبوت يونتس او وحدات الادخال زي اي حاجة بستخدمها ادخل بيها المعلومات للكمبيوتر اللي قدامي. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا انا عايز اكتب حاجة ادخلها على الكمبيوتر علشان اطبعها، المفروض ان انا هكتب الحاجة دي ازاي علشان ادخلها للكمبيوتر يطبعها لي؟ لازم يبقى في اداة ادخال ادخل بيها المعلومات او الاوامر اللي انا عايز الكمبيوتر يعملها لي. فمثلا لما اجي اكتب بستخدم الكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح عشان اكتب الحروف والارقام والحاجات اللي انا عايز اعملها علشان خاطر اقدر اطبعها بعد كده. ممكن كمان استخدم كاميرا ادخل صورة على الكمبيوتر عن طريق كاميرا، فبالتالي دي اسمها input units او وحدات ادخال بدخل بيها الحاجات والاوامر المعلومات والاوامر للكمبيوتر علشان ينفذها لي. في حاجة اسمها البروسيسور او المعالجة او الكمبيوتر ليه مخ جواه، المخ ده اللي هو البروسيسور اللي هو بيعمل معالجة للأوامر اللي احنا بنديها له. البروسيسور ده موجود جوه الكمبيوتر بياخد الأوامر بتاعتنا على طول في أجزاء من الثانية. يعني مثلا أنا كتبت على الكمبيوتر ورحت دايس انتر قلت له اطبع، في أقل من الثانية تلاقيه راح باعت الأمر للبرينتر علشان تطبع الحاجة اللي أنا عايزها. رحت مثلا قلت للكمبيوتر افتح لي برنامج معين ورحت دايس على البرنامج، البروسيسور ده بياخد الامر يفسره كده جواه ويروح محوله لامر ان البرنامج ده يفتح في اقل من الثانية. فالبروسيسور ده اللي هو المعالجة ده المخ بتاع الكمبيوتر اللي هو بيعمل بروسيسنج للانفورميشن وللديتا والحاجات اللي انا بطلبها منه. انا عايزك بس تعرف ان هو اسمه بروسيسور وبينفذها ويخلي الكمبيوتر ينفذها، ده البروسيسور. طب عندنا output units او وحدات الاخراج. يعني ايه output units او وحدات الاخراج؟ مش احنا عرفنا ان في input units او وحدات الادخال،
لازم يبقى في وحدات اخراج. انا دلوقتي كتبت الحاجه وطلبت من الكمبيوتر يطبعها لي، هتطلع لي من الشاشه؟ لا طبعا، هتطلع لي من البرينتر. فالبرينتر هنا اوتبوت يونت او وحده اخراج، طلعت لي الورق وهو مطبوع. عايز اتفرج على فيديو او عايز اشوف صوره معينه بتفرج عليها وبفتحها ازاي؟ بتفتح لي على الشاشه، فبيطلع لي صوره، بيطلع لي الفيديو اللي انا عايز اشوفه على الشاشه بتاعه الكمبيوتر. فدي تعتبر اوتبوت يونت او وحده اخراج. عايز اسمع مثلا موسيقى او اغنيه معينه او حاجه معينه، فانا موصل السبيكرز او السماعات بالكمبيوتر، دي تعتبر اوتبوت يونت، لان الكمبيوتر من غير السبيكرز دي ما كانش هيطلع لي الصوت بتاع الحاجه دي، فدي الاوتبوت يونت. في حاجة اسمها الستورج يونتس او وحدات التخزين، وسائط التخزين، زي طبعا الهارد بتاع الكمبيوتر، دي الذاكرة اللي انا بخزن عليها الحاجات والملفات بتاعتي. الهارد اللي موجود جوه الكمبيوتر ده ستورج يونت. ممكن كمان الفلاشة او الفلاش ديفايس، الفلاشة اللي احنا بنمسكها في ايدينا وكلنا عارفينها، دي تعتبر ستورج يونت او وسائط تخزين، وحدة تخزين بنخزن عليها الحاجة اللي احنا عايزين نحتفظ بيها. اخر حاجة الكوميونيكيشن ديفايسز او اجهزة الاتصالات. الكوميونيكيشن ديفايسز او الاجهزة بتاعت الاتصالات، الحاجات اللي بتخلي الكمبيوتر بتاعنا متوصل بالعالم كله، زي الراوتر اللي موجود عندنا في البيت ومتوصل بالكمبيوتر، بيخلي الكمبيوتر يخش على الانترنت، بيخلي الموبايل يخش على الانترنت، ده اسمه communication device او جهاز من اجهزة الاتصالات. طيب ايه هي الجزء الثاني من الكمبيوتر اللي احنا قلنا عليه السوفت وير؟ السوفت وير او انظمة التشغيل بتتقسم لنوعين. اول حاجة نوع بيفتح لنا الكمبيوتر اصلا، من غيره الكمبيوتر مش هيفتح اصلا، مش هيشتغل، اللي هو الويندوز، وده بنسميه مثلا الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل، اللي من غيره الكمبيوتر مش هيفتح اصلا. تاني نوع اسمه الابليكيشنز او التطبيقات، اللي هي البرامج اللي بتنزل بعد ما يكون في اوبريتنج سيستم او نظام تشغيل، زي مثلا برامج الكتابة اللي قلنا عليها، برامج الآلة الحاسبة، برامج الشات والواتساب والماسنجر والفيسبوك والحاجات دي. كل دي ابليكيشنز او تطبيقات بتنزل على الكمبيوتر لما يكون عليه operating system او نظام تشغيل وهو شغال بشكل عادي. فبالتالي دي مكونات الجهاز بتاعة الكمبيوتر، اللي هما النوعين دول، الهاردوير هو خمس حاجات: input units, processor, output units, storage units, communication devices، وتاني حاجة السوفتوير وهو بيتكون من operating system و applications. وبكده نكون اخدنا النهارده lesson 2، هو technology and its historical development، او التكنولوجيا والتطور التاريخي بتاعها. عرفنا العصور بتاعه التطور التاريخي بتاع التكنولوجيا، واخدنا كمان lesson 3 او الدرس الثالث components of computer او مكونات جهاز الكمبيوتر، وشرحنا lesson 2 lesson 3 بشكل مفصل. المره الجايه ان شاء الله هنحل اسئله عليهم وهناخد الدروس الجديده، مش عايزين نضيع وقت، لازم نذاكر الدرس اول باول. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الـ ICT او الـ Information and Communication Technology، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، Primary 4 الصف الرابع الابتدائي، Term 1 الترم الاول. وكنا اخدنا المرة اللي فاتت Lesson 1 و2 و3 وفور كمان لحد software and operating systems او البرامج وانظمة التشغيل، والنهاردة هنبتدي ناخد lesson 5 supporting people of determination. supporting يعني دعم، people الناس، of determination اصحاب الهمم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه اصحاب الهمم او of determination زي ما في الكتاب مكتوب؟ يعني الناس اللي عندها عزم وهمة وعايزين يعملوا انجازات في حياتهم، بس في عندهم مشكلة معينة او اعاقة معينة
بتعاقهم من أداء حياتهم بشكل عادي. يعني إيه؟ يعني مثلا حد عنده إعاقة معينة في جزء من أجزاء جسمه، عنده مشكلة في إيده أو في رجله أو في جزء من أجزاء جسمه بتعيقه إن هو يعيش حياته بشكل عادي ويعمل إنجازات زي الناس التانية ما بتعمل، ده شخص عنده عزم أو عنده همة. وطبعا التكنولوجيا بتساعد الناس دي زي ما بتساعد الناس كلها في إن هي تعيش حياتها بشكل عادي وبشكل أفضل، وفي نفس الوقت بتخليهم يعملوا الإنجازات اللي هم عايزينها بشكل أحسن. فمثلا عندنا هنا بيكلمنا عن ألبرت لين، الشخص اللي احنا اتكلمنا عنه المرات اللي فاتت، وهو عالم من علماء الآثار زي ما عرفنا قبل كده. بيكلمنا وبيقول لنا إن في طبعا حاجة اسمها assistive technology. assistive technology أو التكنولوجيا المساعدة، بيقول لنا هنا we all use technology، احنا كلنا بنستخدم التكنولوجيا to help us، علشان تساعدنا in our daily life، in our daily life في حياتنا اليومية. There is also special type of technology، برضو موجود في special type يعني نوع خاص of technology من التكنولوجيا called، مسمى assistive technology، التكنولوجيا المساعدة، التكنولوجيا اللي بتساعد الأشخاص ذوي الهمم اللي احنا قلنا عليهم. ال assistive technology دي helps people of determination، بتساعد الأشخاص أو الناس ذوي الهمم with tasks، مع المهام that they find difficult، اللي هم بيلاقوا فيها difficult أو بيلاقوا فيها صعوبة. فبيقول لنا مثال، بيقول لنا ألبرت لين، ألبرت لين اللي احنا عارفينه has limb deference، limb اللي هو طرف من أطراف جسمه، اللي هو طرف من أطراف جسمه، difference يعني في عنده طرف من أطراف جسمه مختلف، في عنده إعاقة في طرف من أطراف جسمه اللي هي رجله. But ولكن he doesn't let that stop him، هو ما خلاش ده يستوب هم، يوقفه. He still، هو ما زال، does all of the things، بيعمل كل الأشياء he did اللي هو عملها before قبل كده، including متضمنا exploring many places، استكشاف أماكن كتير around the world، حول العالم. He wouldn't، هو ما كانش هيقدر be able، ان هو يستطيع to do this، ان هو يعمل كده without the assistive technology، من غير التكنولوجيا المساعدة of his prosthetic leg. prosthetic يعني طرف صناعي، prosthetic يعني طرف صناعي، prosthetic leg يعني رجل صناعية، prosthetic leg يعني رجل صناعية، يبقى prosthetic لوحدها بمعنى طرف صناعي. يبقى هو ما كانش هيقدر يعمل ده من غير البروسبيريك ليج او الرجل الصناعيه بتاعته. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الاسيستيف تكنولوجي او التكنولوجيا المساعده ازاي هي بتساعد البيبل اوف ديترمينيشن او الناس ذوي الهمم اللي هم عندهم اعاقه من الاعاقات، بتعمل عندهم صعوبه او difficult ان هم يؤدوا حياتهم بشكل عادي. طب يقول لنا هنا there are many types of assistive technology، في انواع كتير من الاسيستيف تكنولوجي دي. here are some examples، هنا هيقول لنا بعض الامثله. فاول حاجه بيقول لنا screen magnification software. screen magnification software، السوفت وير او البرامج بتاعه تكبير الشاشه. احنا طبعا لما لو في حد عندنا مثلا نظره ضعيف او ما بيشوفش كويس وعنده ماسك مثلا شاشه موبايل او تابلت او لابتوب مثلا، فالكلام بيكون موجود فيها بشكل صغير. هم عملوا سوفت وير او تطبيقات وبرامج بتعمل ماجنيفيكيشن او تكبير للكلام الموجود على الشاشه علشان يساعد الاشخاص دي. هنا بيكلمنا عن السوفت وير ده وبيقول لنا this software، البرامج دي enlarges يعني بتكبر everything كل حاجة on a computer screen، on a computer screen على شاشة الكمبيوتر، from words من الكلمات to images للصور. it allows، هي بتسمح those with poor vision، الأشخاص اللي عندهم poor vision أو رؤية ضعيفة to interact، إن هم يتفاعلوا، إن هم يستخدموا with a computer، مع الكمبيوتر. يبقى مرة تانية screen magnification software، this software enlarges everything on a computer screen،
السوفت وير ده بيكبر كل حاجة على شاشة الكمبيوتر from words to images من الصور والكلمات. It allows those with poor vision, واحنا عرفنا ان poor vision يعني رؤية ضعيفة, بتسمح للأشخاص اللي عندهم رؤية ضعيفة to interact with a computer, ان هم يتعاملوا مع الكمبيوتر. طيب في حاجة تانية اسمها hearing aids. hearing aids او ادوات المساعدة بتاعت السمع, الادوات بتاعت السمع زي السماعات اللي بيستخدموها الاشخاص اللي عندهم مشكلة في السمع, دي اسمها hearing aids او ادوات مساعدة للسمع. hearing aids ادوات المساعدة بتاعت السمع help people, بتساعد الناس who have trouble hearing, اللي هم عندهم مشاكل ومتاعب في السمع. Models can now be connected to a person mobile device. في منها طبعا الوقت اللي ممكن كمان نوصله بالموبايل بتاع الشخص اللي هو عنده الإعاقة دي. Many also come with smartphones app. كتير منها كمان بيجي معها تطبيقات للسمارت فون أو للهواتف الذكية. Users, المستخدمين, can adjust their hearing aids, ممكن يعدلوا الهيرينج ايد بتاعتهم أو السماعات دي using their phones, مستخدمين التليفون بتاعهم. ممكن أول ما ممكن عن طريق التليفون بتاعه يعلي الصوت اللي موجود في السماعة اللي في ودنه ويوطيه عن طريق التطبيقات دي. بيقول لنا كمان وبيكلمنا كمان عن بعض البرامج والتطبيقات البديلة. لو حد مثلا يا أصحابي عنده مشكلة ما بيسمعش خالص أو ما بيعرفش يتكلم خالص, الشخص ده هيبقى فيه مشكلة ان هو يتواصل مع الناس التانية. طب بنعمل ايه في المشكلة دي؟ المشكلة دي ان هو لو هو ما بيعرفش يتكلم خالص يقدر يكتب الكلام اللي هو عايز يقوله على شاشة التليفون او التابلت بتاعه, والتليفون او التابلت بتاعه ده هيحول الكلام اللي هو بيكتبه لصوت منطوق, فبالتالي الشخص اللي قدامه هيسمع هو عايز يقول ايه ويفهم هو عايز يقول ايه. طب لو هو مثلا شخص ما بيشوفش وعنده مشكلة في النظر وماسك تليفون في ايده وعايز يعرف شخص تاني بعت له رسالة نصية, رسالة مكتوبة, الرسالة النصية او المكتوبة دي جات له على التليفون وهو مش هيعرف يقراها لان هو ما بيشوفش, فبالتالي في برامج بتقرأ الرسائل دي وتحولها لصوت, فبتخلي الشخص اللي ما عندوش قدرة على ان هو يبصر الكلام ده ويشوفه يسمع الرسالة بتقول ايه, وبالتالي يعرف الاشخاص اللي حواليه بيبعتوله بيقولوله ايه. دي اسمها alternate communication software. alternate يعني بديل, communication software تطبيقات التواصل البديلة, يعني ايه alternate communication software؟ ال alternate communication software help people, بتساعد الناس with speech, مع النطق, مع خصية النطق, and language, واللغات, disabilities communicate with others, اللي عندهم مشكلة في النطق أو اللغة بتعيقهم من التواصل مع الآخرين, examples على سبيل المثال including a computer program, متضمنة برامج الكمبيوتر that can turn text to speech, اللي بتحول النصوص المكتوبة to speech لكلام منطوق, and speech to text, وكمان الكلام المنطوق لتكست مكتوب. زي ما قلنا لو حد ما مثلا بيبعت له نصوص مكتوبة وهو ما بيشوفش, السوفت وير ده او التطبيقات دي هتنطق الكلام المكتوب ده في الرسائل, والايميلات وتخليه يسمعها بتقول ايه, ولو هو ما بيسمعش هتحوله الكلام المبعوت له في شكل صوت لكلام مكتوب يقدر يقراه بعينيه, وبالتالي يقدر يتواصل او يكوميونيكيت مع الناس اللي حواليه. دي اسمها alternate communication software. وما تقلقوش احنا هنحل امثلة كتير على المحور الاول بعد ما نخلصه على طول ان شاء الله. اخر حاجة بيقول لنا عليها sporting tools. sporting tools او الادوات الرياضية, طبعا الاشخاص اللي عندهم اعاقة وعندهم مشكلة معينة في جسمهم ممكن ما يعرفوش يأدوا اي sports بسبب الاعاقة دي, فاحنا
طبعا التكنولوجيا قدرت تعمل لهم سبورتنج تولز او ادوات رياضيه تساعدهم على حاجه زي كده، زي مثلا البارا كلايمنج تولز. البارا كلايمنج تولز او ادوات التسلق allow climbers اللي بتساعد المتسلقين with limb difference مع الاطراف الصناعيه to climb mountains ان هم يتسلقوا الماونتينز او الجبال. So assistive technology لذلك assistive technology أو التكنولوجيا المساعدة can help with ordinary and extraordinary activities ممكن تساعد مع الأنشطة العادية والإكستراordinary اللي هي طبعا الغير عادية الغير اعتيادية activities الأنشطة الغير اعتيادية زي تسلق الجبال مثلا. يبقى التكنولوجيا أو assistive technology دي بتساعد مع الordinary activity أو الأنشطة العادية والإكستراordinary activities أو الأنشطة الغير اعتيادية. There are many more في كمان الكثير والكثير من التولز دي you can research أنت ممكن تدور عليها including footballs متضمنة طبعا الحاجات اللي ليها دعوة بالفوتبول أو كرة القدم that make a noise اللي بتعمل صوت لما بيلعبوا بيها الناس اللي عندها مشكلة في الإبصار. A hand bike وكمان العجل اللي بنحركه بإيدينا that have three wheels اللي بيبقى موجود فيه ثلاث عجلات and is powered by your hand وانت بتحركه بإيديك. And even running blades وكمان الأدوات اللي بيجروا بيها اسمها running blades. blade لوحدها بمعنى شفرة blades شفرات بس هي اسمها running blades اللي هي بيلبسوها كأقدام صناعية بتساعدهم ان هم يجروا بيها. تعالوا نروح للجزء اللي بعد كده خليكم معايا. هنا في lesson 6 بيقول لنا common common يعني شائع يعني بيحصل كتير ICT problems and solutions. ICT problems مشاكل الخاصة بالICT والsolutions والsolutions solutions أو الحلول بتاعتها. فهنا بيعرفنا وبيقول لنا ICT tools الICT tools أو information communication technology tools الأدوات بتاعتها زي الكمبيوتر والتابلت واللابتوب بيحصل فيها بعض المشاكل. المشاكل دي في منها الشائع. الشائع يعني ايه؟ الكومن. الكومن او الشائع اللي بيحصل كتير. هيكلمنا عن بعض المشاكل دي والحلول بتاعتها. طبعا زي ما عرفنا قبل كده ان في عندنا في الكمبيوتر والتابلت واللابتوب والاجهزة التكنولوجية دي حاجة اسمها الهاردوير او الاجزاء الملموسة وحاجة اسمها السوفتوير او التطبيقات اللي احنا بنستخدمها في الاجهزة دي. هنعرف دلوقتي بعض الكومن بروبلمز او بعض المشاكل الشائعه والسوليوشنز او السوليوشنز بتاعتها والحلول بتاعتها. خليكم معايا. اول حاجه اول بروبلم بيكلمنا عنها النهارده هي an app won't open. an app won't open او تطبيق من التطبيقات مش عايز يفتح. فبيقول لنا البوسيبل سوليوشنز او الحل الممكن فور ويندوز بي سي لكمبيوتر بيشتغل بنظام الويندوز. بيقول لك اول حاجه ممكن تعمل ريستارت يور كمبيوتر ان انت تعمل ريستارت او تعيد تشغيل الكمبيوتر بتاعك اند تراي اجين وتحاول مره تانية. طب بيقول لك اف ذا اب ستيل وونت اوبن طب لو التطبيق ده لسه برضو مش عايز يفتح تشيك ذات يور سوفت وير از اب تو ديت. تشيك يعني افحص that your software is up to date ان التطبيق ده متحدث already على الكمبيوتر بتاعك. if you still have problems لو انت لسه عندك المشكلة دي uninstall and reinstall the app هتشيل التطبيق ده خالص تمسحه وتعمل له اعادة تحميل مرة تانية وان شاء الله يشتغل معاك بشكل سليم. if you can't solve the problem لو انت برضو مش قادر تحل المشكلة دي ask your teacher or family for help اسأل بقى التيتشر بتاعك او الفاميلي بتاعتك الاسرة بتاعتك for help. دي اول problem او common problem ممكن تقابلك وانت بتستخدم مثلا الكمبيوتر. طب البروبلم التانية بيقولك the mouse cursor الماوس نفسه isn't working ما بيشتغلش. الماوس نفسه مش شغال. possible solution for a windows او الحل الممكن لكمبيوتر شغال بنظام الويندوز make sure you connect the mouse cable to the correct place in the motherboard. اتأكد ان الكابل او الكابل بتاع الماوس متوصل بالمكان الصحيح في المذر بورد او في لوحة التحكم بتاعة الكمبيوتر اللي هي الكيسة.
دي اول حاجة لازم تتأكد منها، ممكن يكون مش متوصل اصلا وانت بتحركه فعمره ما هيشتغل لان هو مش متوصل اصلا او it's not connected. يبقى لازم اول حاجة make sure you connect the mouse cable to the correct place in the motherboard. وبعدين بيقول لك restart your device after that، وبعدين اعمل restart ال device او الكمبيوتر بتاعك. If the problem isn't solved، لو لسه ال problem isn't solved او لسه متحلتش، there might be a defect in the mouse and you might need to replace it. ممكن يكون الماوس نفسه في مشكلة وانت محتاج تعمل له replace او تعمل له اعادة او تعمل له تغيير، تجيب ماوس جديد. If you can't solve the problem، لو انت مش قادر تحل المشكلة، ask your teacher or family for help. طب ايه البروبلم الثالثة؟ بيقولك you can't find a file، لو انت عندك فايلات على الكمبيوتر وانت مش قادر تلاقي فايل من الفايلات دي زي مثلا صورة او ملف مكتوب. فبيقولك possible solution for a Windows PC، الحل المحتمل لكمبيوتر شغال بنظام الويندوز، check your download folder، اتأكد الفايل ده في الملف بتاع التنزيلات. طيب لو ما لقيتهوش، لو الفايل ده مكتوب word file يعني، look in your documents folder، افحص الملف بتاع ال documents اللي عندك. طب if you are looking for a photo، لو انت بتدور على فوتو او صورة، look in your picture folder، بص في ال دور في ال picture folder او ملف الصور بتاعك. Or try doing a search using the search box. في search box في الويندوز كده، اكتب فيه اسم الفايل وهتلاقيه بمجرد ان انت تكتب اسمه وتعمل search. If you can't solve the problem، لو انت مش قادر تحل المشكلة دي برضو، ask your teacher or a family for help. البروبلم اللي بعد كده او الكومن بروبلم اللي موجودة بعد كده ممكن نقابلها لو احنا بنستخدم الكمبيوتر، بيقولك your screen freezes. screen freezes يعني الشاشة بتاعتك اتجمدت، اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده الكمبيوتر هنج، علق، مش عايز يشتغل. فبيقول لك possible solution for Windows PC، press and hold control alt and delete، هتدوس على الثلاث زراير دول control و alt و delete together مع بعض. لو دوست على الثلاث زراير دول المفروض ان الشاشة بتاعتك مش هتبقى freezed، وهيطلع لك option كده يقول لك تحب تعمل restart ولا لا. طيب لو برضو لسه مش قادر تحل المشكلة دي، هت ask your teacher or family for help. آخر problem معانا في lesson 6 بيقولك the keyboard isn't typing، الكيبورد بتاعتك بتدوس عليها وما بتعملش typing أو ما بتكتبش. فبيقولك possible solution for Windows PC أو لكمبيوتر شغال بنظام الويندوز، بيقولك make sure you connected the keyboard cable to the correct place، اتأكد ان انت موصل اصلا الكيبورد بالمكان الصح في المذربورد. طب لو انت مكنتش موصلها وصلتها، بعد كده بيقولك restart your device after that، اعمل restart للكمبيوتر بعد كده. طب لو المشكلة لسه ما تحلتش، there might be a defect، defect يعني عيب او عيب تصنيع او في مشكلة in the keyboard، في الكيبورد نفسها، and you might need to replace it، انت ممكن تكون محتاج ان انت تعملها replace او تغيرها، تجيب واحدة جديدة. If you can't solve the problem، لو انت مش قادر تحل المشكلة، ask your teacher or family for help، اسأل المدرس بتاعك او الاسرة بتاعتك علشان يساعدوك. طب lesson 7 بيقول لنا collecting, analyzing and graphing data، اللي هي تجميع وتحليل وعرض البيانات في شكل رسوم بيانية، واحنا عرفنا الكلام ده في discover وفي الماث وفي الكونكت كمان، ان احنا ازاي نجمع الديتا او البيانات وازاي نعمل لها analyzing او نحللها وازاي نعمل لها graphing او نحطها في شكل رسوم بيانية. فهنا الدرس ده هيكون سهل علينا جدا، وبيعرفنا هنا الجراف او الرسم البياني بعد ما نجمع البيانات ازاي نعرفها، ازاي نعرضها ونعمل لها representing في شكل الجرافينج، ومدينا هنا شكل البار جراف زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا الدرس ده سهل جدا، مش محتاجين ان احنا نشرح فيه اي حاجة لان احنا اوريدي خدناه في الديسكوفر وفي الكونكت كمان والكونكت بلس والماث كمان. فاحنا المفروض عارفين ازاي نعمل جرافينج او نعمل عرض بياني للمعلومات اللي عندنا والبيانات اللي عندنا على البار جراف زي ما احنا شايفين قدامنا. اخر حاجة lesson 8 reporting
findings reporting findings او الحاجات الموجودة في التقارير. لما ازاي نعمل report او نعمل تقرير بنكتب فيه ايه وبنبعته ازاي. طبعا report او التقرير اللي احنا ممكن نعمله ممكن يكون خاص بحاجة احنا عملناها, search احنا عملناه او بحث احنا عملناه, استكشاف احنا استكشفناه او كشف اثري احنا اكتشفناه مع بعض. لو احنا مثلا شغالين في علم الاثار, فالريبورتنج او اعداد التقارير بيكون ليه اشكال كتيرة. وطبعا افضل طريقة لارسال الريبورتس او التقارير بتكون عن طريق الايميلز او عن طريق البريد الالكتروني. زي ما احنا شايفين قدامنا ده ايميل او بريد الكتروني بيقول لنا هنا from, من اسمك طبعا بيكون موجود هنا, وto للشخص اللي مبعت له الايميل او الشخص اللي هنبعت له الريبورت بتاعنا. وطبعا مثلا بيقول له survey results او نتائج السيرفي, نتائج الاستفتاء اللي احنا عملناه. لو احنا عملنا مثلا استفتاء في الكلاس روم عندنا بنسأل كل واحد بيحب اي ديفايس او اي جهاز من الاجهزة التكنولوجية الموجودة في العصر بتاعنا, فبيقول لك هنا افضل طريقة ان انت تبعت الريبورتس بيكون عن طريق الايميل. وكمان الايميل بيكون فيه خاصية ان انت تحط فيه الجرافس او الرسوم البيانية زي ما احنا شايفين قدامنا, وطبعا بتكتب فيه المعلومات الخاصة بالريبورت بتاعك في الايميل وتبعته بمنتهى السهولة وبيوصل على طول, ما بياخدش اي وقت. فدي افضل طريقة نعمل بيها ريبورتنج او اعداد تقارير للديتا او الانفورميشن بتاعتنا او للبيانات والمعلومات بتاعتنا, ونبعتها للشخص اللي احنا عايزين نبعتها له على طول, وبتوصل له في نفس الوقت ما بتاخدش اي وقت. وبكده نكون خلصنا lesson 8 وخلصنا معاها theme 1 او المحور الاول. المرة الجاية ان شاء الله هنحل اسئلة كتير قوي على theme 1 ممكن يجي منها في الامتحان, هنحل كل الاسئلة اللي موجودة في كتاب الوزارة. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك, اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان, انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, معاكم مستر حسام صياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنشرح مع بعض وهنحل امتحانات المهام الادائية. احنا هنحلها في القناة على اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي, وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاي سي تي اللي هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدارس التجريبي واللغات. وهنعرف يعني ايه مهام ادائية, والموضوع سهل جدا, وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وورق نكتب فيهم ونذاكر منهم. ويلا نبدأ, بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة المهام الادائية ده امتحان هنمتحنه اولادنا. زمن الامتحان ده هو حصتين في اثناء اليوم الدراسي, والامتحان ده بيقيس مستوى فهم الطالب واستيعابه للمادة وبيقيس نواتج التعلم كمان. في 5 نماذج الوزارة منزلاهم على بنك المعرفة خاص بكل مادة. طبعا ده بالنسبة للترم الاول, والترم الثاني هينزل 5 نماذج تانيين ان شاء الله, واحنا هنحل النماذج دي مع بعض, فبالتالي الامتحان مش هيخرج منها. المدرس بتاعنا في المدرسة او التيتشر بتاعنا هيحمل النماذج دي وهيدينا نموذج منهم نحله مع بعض في الكلاس روم, فبالتالي هتلاقي الامتحان مش خارج عن نموذج من النماذج دي. هنمتحن النماذج الادائية دي مرة في الترم الاول ومرة في الترم الثاني, فالموضوع سهل جدا ان شاء الله, مش عايزين نقلق خالص. اول حاجة المعايير بتاع الامتحان ده هو زي ما قلنا بيستغرق حصتين دراسيتين متتاليتين. المعلم بيشرف على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة بتاعته, وطبعا المعلمين بيقوموا بشرح هذه المهام لطلابهم في الايام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة اليهم. زي ما قلنا بنمتحنها مرة واحدة في الترم الاول, وفي الترم الثاني برضو مرة واحدة, وبيتم توزيع درجات المهام كالآتي. المهم الموضوع بتاع المهام ده المهم فيه ان هي عليها 35 درجة من 100 درجة خاصة بالطالب, فهي مهمة جدا وبسيطة جدا في نفس الوقت. بمجرد ان انت بتستلم الورقة بتاعة الامتحان في الكلاس روم بتكتب اسمك بتاخد 5 درجات. اول ما بتستلم الورقة بتاعة الامتحان وبتكتب اسمك كده بتاخد 5 درجات. التنظيم بتاع الورقة
وان انت تعمل تنظيم في الاجابه بتاعتك بتاخد عليهم 5 درجات تانيين، فدول 10 درجات هيكونوا في جيبك. بعد كده التصحيح بيبقى عليه 25 درجة. زي ما قلنا الامتحان هيكون عليه 35 درجة، ودي القواعد المحددة بتاعت المهام الأدائية حتى الآن. وطبعا هي عبارة عن نشاط عملي بيقوم بيه الطلاب وتكون داخل الكلاس روم أو الفصل، وهي عبارة عن حصتين، الأولى لشرح المعلم والتانية بيقوم الطلاب بتنفيذ ما طلب منهم في الحصة الأولى من المعلم بتاعهم. والمهام دي بتبقى عبارة عن رسم أو مخطط أو كتابة، وبيكون لكل مادة 5 مهام. المعلم بيقوم بتحميل هذه المهام لمادته من بنك المعرفة، وبعدين بيعرضها على الطلاب وبيديهم واحدة من المهام دي علشان يحلوها. زي ما قلنا 5 درجات لأن انت تستلم الورقة بس وتكتب اسمك، و5 درجات على التخطيط، و25 درجة لتنفيذ المهمة، بإجمالي 35 درجة في النهاية. يلا نبدأ مع بعض، خليكم معايا. ويلا نحل مع بعض المهام الأدائية الخاصة بمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا ده أول نموذج، اسم الطالب، تاريخ أداء المهمة، المهمة الأدائية رقم 1. هنا بيقول لنا رسم تخطيطي للعمليات التي يقوم بها جهاز الكمبيوتر لمعالجة البيانات بداخله. وبعدين بيقول لنا وصف المهمة، عزيز الطالب، يقوم جهاز الكمبيوتر بتخزين البيانات ومعالجتها وإخراجها في صورة معلومات. ارسم خطوات عمليات إدخال البيانات ومعالجتها داخل الكمبيوتر حتى تظهر المعلومات على الشاشة. لو أنت معاك أقلام تلوين، في حالة توافر أقلام تلوين يمكنك استخدامها لتوضيح كل عملية. هنرسم رسمة جميلة توضح إزاي الكمبيوتر إحنا بندخله البيانات وهو بيخزنها، وبعدين بيعمل لها عملية معالجة جواه بداخله، وبعدين بيخرجها لنا على شاشة العرض ونشوفها قدامنا على الشاشة بتاعت الكمبيوتر. فبيقولك هنا يمكنك الاستعانة بالكلمات التالية: نظام التشغيل، وحدة المعالجة المركزية، ادخال البيانات، وشاشة العرض. مدينا بوكس كده نرسم فيه العملية دي. تعالوا نشوف الإجابة شكلها عامل ازاي. طبعا هنا أول حاجة الكيبورد مثلا أداة من أدوات ادخال البيانات زي ما عرفنا كلنا في الشرح. هنرسم كيبورد مثلا ونكتب هنا ادخال البيانات، نعمل سهم جميل كده، بعدين نرمل هنا نظام التشغيل مثلا الويندوز، وبعدين سهم تاني وحدة المعالجة المركزية او السي بي يو او البروسيسور، وبعدين اخر حاجة شاشة العرض، وطبعا هي الشاشة بتاعت الكمبيوتر، ونرسم نفسنا واحنا قاعدين بنشوف اللي هيطلع لنا على الشاشة. طيب المهمة التانية بيقول لنا رسم بياني لنتائج استطلاع الرأي. هنعمل رسم بياني في المهمة دي لنتائج استطلاع الرأي. بيقول لنا هنا عزيزي الطالب، قمت بسؤال زملائك واستطلاع رأيهم عن أفضل التطبيقات للتواصل الإلكتروني بينهم، ووجدت ما يلي: 10 من زملائك يفضلون البريد الإلكتروني أو الإيميل، 7 من زملائك يفضلون الواتساب، و3 من زملائك يفضلون الرسائل النصية الـSMS. استخدم الرسم البياني التالي للتعبير عن النتائج التي توصلت إليها. في حالة توافر أقلام تلوين يمكنك استخدامها لتوضيح نتائج استطلاع الرأي. هنعمل بار جراف او رسم بياني بالأعمدة، وتعالوا نشوف شكله يبقى عامل ازاي. هو قال لنا 10 من زمايلنا بيفضلوا البريد الالكتروني، فهنا في 10 اهم او 10 البريد الالكتروني، وقال لنا 7 بيفضلوا الواتساب، فعملنا بار تاني 7 بيفضلوا الواتساب، وقال لنا في 3 بيفضلوا الرسائل النصية او الـSMS، هنا 3 بيفضلوا الرسائل النصية او الـSMS، وعملنا الكي بتاع البار جراف او الرسم البياني بالاعمدة، البلو او الازرق ده البريد الالكتروني، واليلو او واللون التاني الاورنج ده اللي هو الواتساب، واللون الجري او الرمادي ده هو الرسائل النصية، هو رسائل النصية او الـSMS. اما المهمة التالتة فهي اسمها إعداد وكتابة رسالة بريد إلكتروني لزمايلك. هنا بيقول لنا عزيزي الطالب، طلب منك المعلم إعداد بحث حول موضوع ما وإرساله عبر البريد الإلكتروني لزمايلك إبراهيم. قم بكتابة رسالة البريد الإلكتروني لزمايلك موضحا ما يلي: اسم المرسل إليه to، عنوان الرسالة اللي هو السبجكت، نص الرسالة المرفقة بالإيميل. يمكنك الاستعانة بالشكل التالي، شكل الإيميل اللي احنا عارفينه، ادي شكل الإيميل،
to هنا للشخص اللي احنا نبعت له السبجكت اللي هو عنوان الايميل، وبعدين هنا الايميل نفسه او الرسالة المكتوبة جوه الايميل نفسه. تعالوا نشوف الاجابة هيكون شكلها عامل ازاي. هنا مثلا هنكتب زي ما هو قال لنا ابراهيم، فهنكتب هنا ابراهيم في تو، وهنكتب هنا السبجكت الحماية من المخاطر المرتبطة بشبكة الانترنت، وهنكتب مثلا هنا كم معلومة خاصة بالانترنت. فمثلا ممكن نكتب هنا لتجنب المخاطر المرتبطة بشبكة الانترنت يجب عليك ان، اول حاجة ضرورة التواصل والتعامل مع الاشخاص بشكل واقعي وبصورة طبيعية، معرفة هوية الاشخاص وتجنب وحجب الاشخاص اللي هو البلوك غير المرغوب فيهم، الاشخاص اللي ممكن يضايقونا او يهنونا نعمل لهم بلوك. ثالث حاجة معرفة من ارسل الرسائل الالكترونية، تجنب ومسح الرسائل المزعجة اللي هي السبام، فقد تكون فيروسات تسبب الضرر للجهاز او تحتوي على اعلانات مزعجة. ده مثلا نموذج للبريد الالكتروني اللي ممكن تبعته لصاحبك ابراهيم او لاي حد تاني. طب المهمة الرابعة هي اسمها تصميم شعار لفريق التوعية بمخاطر التنمر بمدرستك. وصف المهمة، عزيز الطالب طلب منك معلمك تشكيل فريق للتوعية بمخاطر التنمر بمدرستك، وطلب منك رسم شعار لفريق التوعية بمخاطر التنمر بمدرستك. في حالة توافر أقلام تلوين يمكنك استخدامها في رسم الشعار. عايزين نعمل شعار لفريق التوعية بمخاطر التنمر بتاع المدرسة بتاعتنا وانت عضو فيه. ممكن مثلا الشعار يكون شكله عامل كده على شكل كف في يد، ومكتوب جواه ستوب 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 ستوب، وبالتالي هو بيعبر عن ان انت بتدعو للتوقف عن التنمر. انت ممكن تعمل اي شعار تاني، الحل سهل جدا والموضوع بسيط جدا. واخر مهمة موجودة معانا هي المهمة الأدائية رقم 5، تصميم ملصق إعلاني. وصف المهمة، عزيزي الطالب تقوم الدولة بالعديد من المشروعات المهمة منها ترشيد استهلاك المياه، ارسم ملصقا إعلانيا موضحا بعض العبارات أو الرسومات لحث زملائك على ترشيد استهلاك المياه. عايزين نقولهم يرشدوا استهلاك المياه شوية. هنعمل ملصق إعلاني شكله عامل إزاي؟ ممكن ده يكون ملصق الإعلاني بتاعنا، ممكن انت تعمل رسم تاني. هنا طرق هنا مثلا الملصق موجود مكتوب جواه 5 طرق لترشيد المياه، الحفاظ على المياه الآن أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على الصحة ورفاهية الأجيال القادمة، من المهم جدا أن نحافظ عليها. وفيما يلي بعض الطرق لترشيد استهلاك المياه، أول حاجة مراقبة عداد المياه والبحث عن تسريبات الأنابيب، تاني حاجة تثبيت الصنابير التي تسهم في ترشيد المياه، ما تخليش الصنبور عندنا بايظ وبالتالي يسرب المياه وبالتالي ما يبقاش فيه ترشيد. ثالث حاجة إصلاح الصنابير التالفة، فقد تهدر طنا من المياه في الشهر الواحد. رابع حاجة تثبيت علبة طرد مخصصة للترشيد في كرسي الحمام. خامس حاجة وضع اللوحات الإرشادية في الحمام والمطبخ للتذكير بأهمية توفير المياه. طبعا ده ملصق إعلاني معمول بشكل احترافي شوية، انت ممكن تعمل حاجة أبسط من كده، المهم ان هي يكون شكلها منظم وتكون شكلها كويس، وبالتالي الموضوع هيكون سهل خالص. انا سايب لكم الخمس نماذج بتوع المهام الأدائية بتوع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصفحة بتاعتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك، ونماذج الحل بتاعتهم كمان لو حابب ترجع لهم في اي وقت بعد ما تتفرج على الشرح. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم الرابط بتاعهم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم متعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنحل مع بعض نماذج الاسئلة الخاصة بالـ Information and Communication Technology الـ ICT او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
منهج اللغة الإنجليزية الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، وهنشوف الأسئلة اللي ممكن تجيلنا في الامتحان شكلها عامل إزاي طبقا لأسئلة بنك المعرفة، وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول نكتب فيهم ونذاكر منهم. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول نوع من أنواع الأسئلة هيجيلنا هو put true in front of the correct sentence and false in front of the wrong one، يعني ضع علامة صح أو خطأ. أول حاجة بيقول لنا input device in computer work on processing data، يعني أجهزة الإدخال في الكمبيوتر بتعمل تشغيل للبيانات. طبعا دي خطأ، هنكتب هنا F يعني false، أو هنعمل علامة غلط اللي هي X علشان خاطر نقول إن هي غلط. 2 internet web، شبكة الانترنت، is not important for obtaining information، مش مهمة علشان نحصل على المعلومات. طبعا دي false أو خطأ. The magnetometer is used to determine directions via satellites. الماجنيتومتر بيستخدم لتحديد الاتجاهات عن طريق القمر الصناعي. طبعا دي فولس برضو او خطأ. 4 screen zoom software، او البرامج والتطبيقات بتاعت تكبير الشاشة، helps people، بتساعد الناس، with visual difficulties او الناس اللي عندهم صعوبة في الرؤية، صعوبة ابصار، visual يعني ابصار او رؤية، و difficulties يعني صعوبات. طبعا السكرين زوم software بيكبر الشاشة للناس اللي عندها visual difficulties او صعوبات في الابصار، فدي صح، هنعمل هنا علامة صح. CPU is type of software، وحدة المعالجة المركزية هي نوع من انواع البرامج. طبعا دي غلط، هي جزء في الكمبيوتر، هي hardware مش software، يبقى CPU لازم تكون hardware مش software، يبقى دي خطأ. Block is considered one of the ways to communicate with your colleague or friends on the internet. ان انت تعمل عملية حجب او حظر لشخص من الاشخاص بتعتبر طريقة للتواصل بينك وبين زمايلك واصحابك على الانترنت. طبعا دي false او خطأ، انت لما تعملهم حظر مش هيعرفوا يتواصلوا معاك خالص. 7 بيقول لك the earth penetrating radar، او الرادار المخترق للارض، is used to detect underground minerals، بيستخدموه علشان يحدد المعادن اللي تحت الارض. طبعا ده صح. information المعلومات is the final result، هي النتيجة النهائية، we get after processing the data، اللي بنحصل عليها بعد تشغيل ومعالجة البيانات. طبعا ده صح. Data entry إدخال البيانات is the last stage، هو آخر مرحلة، of access to final information، للوصول للمعلومات النهائية. طبعا دي صح. Braille transforms letters، طريقة بريل بتحول الحروف، into prominent symbols، رموز ملموسة، and can be read by touching، اللي احنا نقدر نقراها عن طريق ان احنا نلمسها. طبعا دي صح. Removing word program، ازالة برنامج الوورد from your device helps solve most problems، تساعدك على حل اغلب المشاكل. طبعا ده خطأ، الوورد program او برنامج الوورد ملوش دعوة بالمشاكل، فلما نشيله مش هيعمل اي حاجة، فنعمل هنا false او خطأ. 12 بيقول لك books الكتب and magazines والمجلات are sources of data collections، هي مصادر لتجميع البيانات. طبعا دي true أو صح. 13 output devices اللي هي أجهزة المخرجات help in processing data، بتساعد في تشغيل ومعالجة البيانات. طبعا برضو دي false أو خطأ. 14 بيقول لك you can download files، انت ممكن تحمل الملفات on your device على الجهاز بتاعك without an internet service، من غير ما يكون عندك انترنت. طبعا بالعقل كده دي false او خطأ. 15 email is used to share data and communication among friends، طبعا دي صح، الايميل بنستخدمه ان احنا نشير ونتواصل مع اصدقائنا. 16 choosing search words، اختيار كلمات البحث، helps us، بتساعدنا، get the required search results، ان احنا نوصل للنتائج بتاعت الحاجة اللي احنا بنبحث عنها. طبعا دي صح.
17 word processing software, برامج تشغيل ومعالجة الكلمات, is a type of device. Is a type of device هي جهاز, نوع من انواع الاجهزة. طبعا ده هو بيقول لك هنا software, يبقى هي device برضو, هي hardware. طبعا دي false او خطأ. You can see what you are doing in your device. انت ممكن تشوف انت بتعمل ايه على الكمبيوتر او على الجهاز بتاعك. By looking at the display screen, ان انت تبص على الشاشة العرض. طبعا دي true او صح, هنعمل هنا علامة صح. 19, internet helps, الانترنت بتساعد us, بتساعدنا يعني, in finding the information we want, في ان احنا نوصل للمعلومات اللي احنا عايزينها. طبعا دي true او صح. One of the dangers of the internet, واحدة من مخاطر الانترنت, is that others can use your personal data, ان الاخرين ممكن ياخدوا ويستخدموا المعلومات الشخصية بتاعتك. طبعا دي true او صح. GPS, نظام تحديد المواقع العالمي, is used to find places, بنستخدمه علشان نلاقي الاماكن you might need to visit, اللي انت عايز, اللي انت ممكن تكون عايز تزورها. طبعا ده true او صح. Scanner, السكانر او الماسح الضوئي, is used to print images, بنستخدمه علشان نطبع الاشكال والرسومات from your computer on paper, من الكمبيوتر بتاعك على الورق. طبعا ده خطأ, احنا بناخد بيه الحاجات اللي على الورق ندخلها الكمبيوتر, حتى اسمه ماسح ضوئي, لكن اللي بيطبع الحاجات من على الكمبيوتر على الورق ده اسمه البرينتر او الطباعة. فطبعا دي فولس او خطأ. 23, the operating system, نظام التشغيل, is not necessary, هو غير ضروري, to deal with the computer, ان انت تتعامل مع الكمبيوتر. طبعا دي فولس او خطأ. 24, satellites, الأقمار الصناعية, appeared in the era of the mechanical revolution, ظهرت في عصر الثورة الميكانيكية. طبعا دي فولس او خطأ. When someone, لما شخص ما, is blocked, they can see your posts, لما انت تعمل بلوك لشخص ما يقدر يشوف البوستات بتاعتك والمنشورات بتاعتك. طبعا دي فولس او خطأ, لان انت اول ما بتعمل له بلوك ما بيقدرش يشوف اي حاجة خاصة بيك تاني. 26, the quotation mark او علامات التنصيص, اللي هي العلامات الصغيرة دي, is used to summarize the search results that you want, بتستخدمها عشان تلخص وتحدد الحاجات اللي انت بتدور عليها. طبعا دي صح او true. لما نستخدم الكوتيشن ماركس دي بتخلينا نوصل لأدق النتائج عن الحاجة اللي احنا بندور عليها. فطبعا دي true او صح. 27, it's no harm getting your friend's information without his permission, مفيش ضرر ان انت تاخد البيانات بتاعت والمعلومات بتاعت صديقك من غير اذنه. طبعا دي فولس او خطأ, انت كده ممكن تضره. 28, archaeologists, علماء الاثار, use ground penetrating radar, بيستخدموا الرادار المخترق للارض, to find objects, لعشان يوصلوا او يلاقوا الحاجات, above the ground, اللي فوق الارض. طبعا دي فولس او خطأ. 29, global positioning system, او ال GPS, او نظام التحديد المواقع العالمي, connects to satellites, بيتصل بالساتلايتس او الاقمار الصناعية, to determine locations, لتحديد المواقع. طبعا دي true او صح. 30 او 30, the Pascaline, اللي هي الآلة الحاسبة بتاعت Pascaline, is an example of technology from the pre-mechanical age, او من عصر ما قبل الثورة الميكانيكية. طبعا دي فولس او خطأ. 31, electricity, او الكهرباء, was first used, استخدمت لأول مرة, during the electromechanical age, في خلال عصر الثورة الالكتروميكانيكال ايج, الالكترونية. طبعا دي فولس او خطأ. 32, الكيبورد او لوحة المفاتيح, is a device, هي جهاز, used to output data, بنستخدمه علشان نعمل اخراج للبيانات. طبعا احنا بنستخدمه عشان ندخل البيانات للكمبيوتر, مش عشان تخرج لنا البيانات. فدي فولس او خطأ. 33, we use scanners, احنا بنستخدم المساحات الضوئية, to transfer texts
and images from paper to our computer علشان ننقل الكلام المكتوب والصور من البيبرز او من الورق اللي موجود معانا to our computer لدخله بيه للكمبيوتر بتاعنا. طبعا دي ترو او صح. 34 the central processing unit او CPU او وحدة المعالجة المركزية is a type of software هي نوع من انواع البرامج. طبعا دي فولس او خطأ, هي جهاز هاردوير في الكمبيوتر من جوه, فطبعا دي فولس او خطأ. 35 assistive technology التكنولوجيا المساعدة is a technology that helps people اللي هي تكنولوجيا بتساعد الناس of determination اصحاب الهمم go about their daily lives ان هم يعيشوا حياتهم بشكل عادي. طبعا دي ترو او صح. 36 if you can't find a file انت مش قادر تلاقي ملف you should restart your computer انت لازم تعمل restart الكمبيوتر. طبعا ايه علاقة الكمبيوتر ان انت تعمله restart بان انت مش قادر تلاقي الملف ده؟ طبعا دي false او خطأ. 37 you can collect data from many different sources انت ممكن تجمع البيانات من مصادر مختلفة كتيرة. طبعا دي true او صح. 38 researchers الباحثون always have to use published articles لازم يستخدموا المقالات المنشورة to report their information علشان يعملوا تقرير بالمعلومات بتاعتهم. طبعا دي فولس او خطأ, ممكن يستخدموا حاجات تانية. 39 surveys الاستفتاءات والاستقصاءات and experiments والتجارب are one of the most important sources هي واحدة من اهم المصادر of data collection تجميع البيانات. طبعا دي true او صح. و40 you must ask permission لازم تاخد الاذن before posting any information related to your friends قبل ما تنشر اي معلومات خاصة باصدقائك. طبعا دي true او صح. تاني نوع من انواع الاسئلة معانا النهاردة choose the correct answer from A, B or C. نقط is a way that converts letters into prominence symbols that can be read by touching. ايه بقى اللي بتحول الليترز او الحروف لرموز بارزة نقدر نقراها عن طريق اللمس؟ طبعا برايل اللي هي طريقة برايل هي اللي بتحول الحروف لرموز ونقط بارزة, يبقى نختار هنا برايل او رقم سي. تاني حاجة بيقول لنا نقط is used as a mean of communication in modern times حاجة بنستخدمها للتواصل في العصر الحديث الايميل ولا البنسلز ولا البنز؟ شاطرين طبعا الايميل. حاجة بيقول لنا نقط are used to communicate with audio and image حاجة بنستخدمها علشان نعمل تواصل بالصوت الاوديو and image والصورة كمان الفيديو كولز المكالمات الفيديو ولا ديجيتال ارتكلز المقالات المكتوبة ولا ديجيتال بلوجز؟ طبعا الفيديو كولز هنختار اول واحدة. 4 بيقول لنا it is preferable يعني من المفضل to نقط after repairing or reinstalling the mouse to device بعد ما نصلح او نعمل اعادة تركيب للماوس للديفايس ان احنا نعمل ايه بقى من الافضل؟ connect the power charger to the device ان احنا نوصل الشاحن ولا check electrical connections ان احنا نفحص وصلات الكهرباء ولا restart the device بعد ما نركب الماوس لازم نعمل restart للديفايس. طبعا لازم ان احنا نعمل restart للديفايس ده preferable او من المفضل ان احنا نعمل كده علشان يشتغل بمنتهى السهولة, يبقى نختار رقم C. طيب 5 يقول لنا the component responsible for entering the data المكون المسؤول عن ادخال البيانات for the computer is للكمبيوتر is the الكيبورد ولا CPU ولا البرينتر؟ طبعا الكيبورد هي اول حاجة مدخل بيها بيانات الكمبيوتر فنعمل هنا فنختار رقم A. طبعا في 6 بيقول لنا the camera and microphone are used in الكاميرا والميكروفون بنستخدمهم في publish articles ان احنا ننشر المقالات text messages ان احنا نبعت رسائل مكتوبة ولا الفيديو كولز؟ شاطرين طبعا الفيديو كولز فهي رقم C. 7 بيقول لنا not is used to express your personal opinions
بنستخدمها علشان نعبر عن آرائك الشخصية on the internet، على الإنترنت، الـ digital blogs ولا الإيميل ولا الـ GPS؟ طبعا الـ digital blogs هي اللي بنستخدمها، وطبعا بتعبر عن الآراء أو الـ opinions بتاعتنا على الإنترنت. Screen Zoom Software، برنامج تكبير الشاشة، is used to help people who suffer from، بيستخدم لمساعدة الناس اللي بيعانوا من Hearing Impairments، مشاكل في السمع، Visual Impairments، مشاكل في الإبصار، Limp Lose، فقدان أحد الأطراف. طبعا Visual Impairments أو أي مشاكل في الإبصار، لأن هو بيكبر لهم شاشة الكمبيوتر واللابتوب فبيخليهم يشوفوا بشكل أفضل. 9 بيقول لنا messages، الرسائل، calling for unreal advertisements، الرسائل اللي بتيجي من 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 إعلانات غير حقيقية، on your email، على الإيميل بتاعك، or download files، هي ملفات لازم ننزلها، ولا spam، طبعا رسائل مزعجة، ولا personal data، معلومات شخصية، طبعا هي spam، رسائل مزعجة، فهي رقم B. Not is used to copy paper inside the computer، حاجة بنستخدمها علشان ندخل ال 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 الورق للكمبيوتر بتاعنا. A display screen ولا الscanner ولا speech installer، طبعا هي الscanner أو الماسح الضوئي، بناخد بيه الحاجة ندخلها على الكمبيوتر، الصور أو الكلام المكتوب. طب 11 بيقول لنا one of the devices، واحد من الأجهزة، that word processing software needs، برامج معالجة الكلمات بتحتاجه، to write on your computer، علشان تكتب بيه على الكمبيوتر بتاعك، is keyboard ولا printer ولا speakers. طبعا الكيبورد، احنا بنحتاج نستخدم الكيبورد علشان برامج معالجة الكلمات اللي هي ال word processing software بتحتاجها علشان ندخل بيها الكلام اللي احنا عايزين نكتبه على الكمبيوتر، فهي الكيبورد. 12 نقط is a device that allows non-speakers to speak، نقط بيساعد الناس اللي ما بتقدرش تتكلم انها تتكلم، السكانر ولا البرينتر ولا السبيتش سنتيسايزر. طبعا السبيتش سنتيسايزر او مركب الكلمات هو اللي بيساعد الناس اللي ما بتقدرش تتكلم في ان هم يختاروا كلمات وهو ينطقها بدلهم، فهو ده الاختيار الصح. 13 your friend sent you a friend request، صديقك بعت لك طلب صداقة، on a social networking site، على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، you must، يجب عليك، نقط، close the device، ان انت تقفل الجهاز خالص، ولا delete the friend request، ان انت تلغي طلب الصداقة اللي هو بعته، ولا check his identity، ان انت تحقق من هويته، هو هل هو فعلا صديقك ولا حد تاني. طبعا check his identity او ان احنا نتأكد ان هو فعلا صديقنا مش حد تاني، وبعدين نقبل الصداقة لو عايزين، فهنا هي رقم C. 14 بيقول لنا the era of electronic revolution، العصر الثورة الإلكترونية، was characterized by the existence of، اتحددنا بوجود existence of laptop ولا printer ولا hieroglyphic symbols. طبعا احنا نقدر نعرف العصر بتاع الثورة الإلكترونية او الإلكترونيك ريفولوشن باللابتوب، لان هو اللابتوب ظهر في العصر ده. 15 one of the advantages، واحدة من مزايا of ICT tools، من مزايا الادوات بتاعت التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، is هي data theft، سرقة البيانات، helping people with disabilities، مساعدة الناس اللي عندهم بعض المعوقات وعندهم بعض الاحتياجات الخاصة، ولا overuse of electronic devices، استخدام أكتر للأجهزة الإلكترونية. طبعا helping people with disabilities أو مساعدة الناس اللي عندهم صعوبات واحتياجات خاصة. 16 is the device that help people with hearing impairments، ايه هو بقى اللي بيساعد الناس اللي عندهم صعوبات في السمع؟ السبيكرز، السماعات، ولا برينتر، طابعة، ولا الميديكال هيرينج ايدز، اجهزة مساعدة ضعاف السمع. طبعا الميديكال هيرينج ايدز. 17 بيقول لنا نقط enables you to take the audio clip،
out of the computer. بتساعدك ان انت تخرج الملفات الصوت من على الكمبيوتر. يبقى ده الماوس ولا السبيكر ولا السكرين زوم سوفت وير. طبعا اللي بيشغلك الاوديو كليبس هي السبيكر, بيسمعك الحاجات دي بتقول ايه, فهي السبيكر او السماعات. 18 بيقولك when there is a problem opening one of the apps on your computer, لما يبقى في مشكلة في ان انت تفتح تطبيق من التطبيقات على الكمبيوتر بتاعك, you might need to, انت ممكن تحتاج الى restart your device, ان انت تعمل restart ال device بتاعك, ولا replace the mouse, ان انت تغير الماوس نفسه, ولا replace the keyboard, ان انت تغير الكيبورد نفسها. طبعا restart your device. 19 not includes your name, address and your date of birth. ايه اللي بيتضمن اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك, البيرسونال داتا البيانات الشخصيه, ولا السبام اللي هي الرسائل المزعجه, ولا الداونلود التحميل. طبعا البيرسونال داتا او البيانات الشخصيه هي اللي بتتضمن الحاجات دي. Personal information and opinions that express their owner which are available for reading and downloading in various sites are, المعلومات الشخصية والآراء الشخصية اللي بتعبر عن أصحابها متاحة على الإنترنت للقراية والتحميل هي الـ published articles, المقالات المنشورة, ولا الإيميلز, رسائل البريد الإلكتروني, ولا text messages. طبعا هي الـ published articles أو المقالات المنشورة. One of the attached devices that you use during video calls is, من الأجهزة الملحقة اللي انت بتستخدمها في عمل فيديو كولز هي البرينتر ولا السكانر ولا الكاميرا. طبعا فيديو كولز يبقى بنستخدم الكاميرا. 22 بيقولنا information is considered the processing product of, المعلومات هي المنتج النهائي لمين, لتشغيل البيانات او الداتا, ولا ديجيتال بلوجز, ولا الايميلز. طبعا هي الداتا, هي البروسيسنج برودكت اوف data. data بنعمل لها processing او تشغيل ومعالجة, فبتطلع لنا الانفورميشن. 23 بيقول لنا نقط program is used to write reports, برنامج بنستخدمه لكتابة التقارير. screen zoom software ولا الword program ولا الword program ولا medical hearing aids. طبعا الword program او تطبيق الword هو اللي بنستخدمه في كتابة التقارير. 24 بيقولنا the نقط is responsible for processing data, البرينتر ولا السكرين ولا السي بي يو, اللي بيشغل البيانات وبيعملها معالجة. طبعا السي بي يو هو اللي بيعمل معالجة للبيانات. 25 بيقولنا you want to find a file, انت عايز تلاقي file in your PC, على الكمبيوتر بتاعك. you should, انت يجب عليك restart the device, ولا press on delete alt control, ولا use the search box, ان انت تستخدم صندوق البحث. طبعا use the search box, ان انت لما تكتب في search box الحاجة اللي انت بتدور عليها اسم الملف يعني هتلاقيه بسهولة. 26 بيقولك the command responsible for closing all applications on the personal computer or laptop is, امر قفل كل التطبيقات على الكمبيوتر او اللابتوب هو delete alt control, ولا alt delete tab, ولا delete tab shift. طبعا هي اول واحدة delete alt control, احفظوها كده. 27 your friend, صديقك, send you a file, بعت لك ملف, and you want to save it on your device, عايز تحفظه على الكمبيوتر بتاعك. you should download the file, تنها تعمله تحميل, ولا بلوك تعمله حجب وتعمله حظر, ولا سكانر. طبعا you should download the file, ان انت تعمل تحميل للملف ده. طب 28 بيقولك you shouldn't communicate with نقط on social media sites, انت مش لازم تتواصل مع نقط على مواقع التواصل الاجتماعي. your school friends, قاك في المدرسة, ولا a friend of you, صديق ليك, ولا unknown person wants to share your information, شخص انت ما تعرفوش وعايز ياخد المعلومات بتاعتك وينشرها ويشيرها. طبعا رقم C هو ده اللي انت منفعش تكلمه على مواقع السوشيال ميديا. 29 بيقول لنا from the advantages of ICT tools, من مزايا ICT tools او ادوات ICT,
pooling your friends ان انت تعمل تنمر على اصدقائك, helping people of determination مساعدة ذوي الهمم الاشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة وذوي الهمم, ولا exceed usage of electronic devices زيادة استخدام الاجهزة الالكترونية. طبعا رقم B helping people of determination 30 أو 30 بيقول لنا screen magnification software enables برامج تكبير الشاشة بتساعد showing information عرض المعلومات hearing the information سماع المعلومات printing paper أو طباعة الورق طبعا showing information أو عرض المعلومات 31 بيقول لنا when someone mistreats you on the internet لما شخص يعملك بشكل سيء يهينك مثلا on the internet على الانترنت you should يجب عليك block him and tell one of your family members ان انت تعمل له حظر وتقول لحد من اشخاص وتقول لحد من افراد الاسرة بتاعتك send him a bad message ان انت تبعت له رسالة سيئة send a bad message to your friends ان انت تبعت رسالة سيئة لاصحابك طبعا هو الاختيار رقم واحد انت تعمل له بلوك وتقول للأسرة عندك او حد من الفاميلي ممبرز عندك ان في حد بيضايقك او بيهينك على الانترنت 32 بيقول لك before you show your results on chart لا قبل ما انت تعرض النتائج بتاعة البحث بتاعك على chart او على جدول you should انت يجب عليك share it online with others ان انت تنشرها على الانترنت وتشاركها مع الاخرين analyze them ان انت تعمل لها تحليل remove them ان انت تعمل لها ازالة تمسحها طبعا analyze them ان انت تحلل الريزلت دي او النتائج دي قبل ما تعمل لها نشر يبقى هي الاختيار رقم 2 analyze them 33 the speaker allows السماعات بتساعد السماعات بتسمح input audio data ان احنا ندخل ملفات صوت output audio data ان احنا نسمع لملفات الصوت ونخرجها printing papers او ان احنا نطبع الاوراق طبعا output audio data او ان احنا نسمع ونخرج ملفات الصوت اللي على الكمبيوتر 34 بيقول لنا helps people of determination مساعدة أولي الهمم الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة of a missing limbs اللي عندهم فقدان في احد الاطراف to practice their daily life ان هم يمارسوا حياتهم العادية دي طبعا البروستاتيك ليج اللي هي القدم الصناعية رجل الصناعية يعني كيبورد الكيبورد لوحة المفاتيح ولا الكاميرا طبعا البروستاتيك ليج او الرجل الصناعية واخر حاجة معانا النهاردة the timeline of technological evolution is الخط الزمني للثورة التكنولوجية هو Word Pen Typewriter Word Pen Typewriter برنامج الوورد وبعدين القلم وبعدين الآلة الكاتبة ولا Typewriter Pen Word الآلة الكاتبة وبعد كده القلم ولا بعد كده برنامج الوورد ولا Pen وبعدين Typewriter وبعدين Word هي طبعا دي الاختيار الصح الأول بدأنا نكتب بالقلم بعدين اخترعنا التايبرايتر أو الآلة الكاتبة بعدين اخترعنا برنامج الوورد أو تطبيق الوورد اللي بنكتب بيه على الكمبيوتر فهو ده الاختيار الصح وده التايملاين of technological evolution أو التسلسل الزمني الثورة التكنولوجية وبكده نكون حلينا الأسئلة دي إن شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان أو على الأقل هيجي منها جزء كبير لأن دي أسئلة بنك المعرفة أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة لو أعجبك الدرس أعمل لايك أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو الأهم أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.